مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة أخرى من برنامج هل تجرأ، البرنامج اللي يجيكم في سهرية كل أحد على قناة كارتاج بلوس مباشرة من استوديوهات كاكتوس برود. حلقة جديدة من برنامج لمن يجرؤ وضيف آخر. هذا البرنامج هو برنامج يتحدث في السياسة ولكن مش بالضرورة مع السياسيين، مع فنانين مثقفين، مع شخصيات رياضية، مع شخصيات اجتماعية كبيرة. نتحدث في السياسة، في الشأن العام، في الفن، في الثقافة، في الرياضة. وضيفنا اليوم يحذق الكلام ويحذق الغناء ويحذق المسرح والتمثيل، فنان وراه تاريخ كبير، فنان كبير، فنان مثقف، فنان يحلو الحوار معاه ويحلو الاستماع إليه، فنان غير عادي. هذاك علاش استضفناه في هذا الحوار وهذه الحلقة، الفنان الكبير مقداد السهيلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد مقداد. أهلا أهلا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. نورتنا سي مقداد. الله ينور ذاتك. مرحبا بك خويا في برنامج هل تجرؤ. وأنت تعرف من عنوان البرنامج تفهم أنه اللي جيل هنا هو فقط الذي يجرؤ. يجرؤ. ومجرد تلبية الدعوة تعني أنك تجرؤ على الإجابة على الأسئلة نتاعنا. مرحبا بك خويا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سي مقداد، مقداد السهيلي، قديش عمرك مقداد توا؟ أنا مولود في 4 أفريل. يعني العمر 57. العمر يعني قديش؟ أعمل مجهود شوية معايا أخي، تسألني مش مجهود معايا. قديش عمرك في سؤال بالاختصار؟ أنا قلت لك مولود 4 أفريل 57، أعمل مجهود أحسب. 57. والمشاهدين يحسبوا تقول لي محلاة. أي حساب. حلو باهي برشا. الوالد نتاعك الله يرحمه. أي نعم. كان إمام جامع. أي. هذا أثر على شخصيتك، على تكوينك، على تعاطيك للفن، على علاقتك بالفن، على علاقتك بالدنيا. تربيت في دار نتاع إمام جامع في الحلفاوين. نعم. هكا ولا هذا ما كان احنا نقولوا سمير، نقولوا جناح الاخضر. جناح الاخضر معناتها باب سعدون، باب لقواس، الحلفاوين، باب سويقه، هذيك الدائره نتاعنا الكل. فهمتني. كونه الوالد امام جامع. اي والدي امام جامع معناتها بطبيعة الحال باش ياثر فيا والدي. كيفاش اثر؟ من ناحيه والدي كان ساعه من الحفاظه الكبار الخمسه الاولانيين تاع القران في تونس. بركة. حتى يحفظ ويرسم وقرا القران معناتها في العديد من المدن، في العديد من المدن اللي معناتها المعروفه اللي فيها ناس حفاظه. يقول لك مثلا رجال الدخله. هو قرا في دخله المعاوين. يقول لك رجال المعاوين. فهمت. دونك والدي هذاك كان هكاك فهمتني. وكان يعيش بال 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 اي تاثيره عليك من هنا ناحيه. فين تاثيره عليك؟ فين نشوفه تأثيره في كل الحاجات المحافظة اللي خلفها فيا. أنت محافظ تعتبر؟ في جانب وي بيسير بيسير. أنا مؤمن إيمان كبير، أنا مسلم. مش عنا في الإيمان، الإيمان كلنا مؤمنين، معناها أنا نحكي لا مش كيف كيف. لا ولد إيمان مش كيف كيف. اللي أنا كيفاش ولد إيمان؟ صغري كامل عديته معاه في الكتاب وهو يقري في الأولاد الصغار في القرآن، وحفظت معناتها الربع وأنا صغير، يمكن عمري 6 أو 7 سنين. معناتها هذه الكل أثر فيا. أثر على الفن نتاعك؟ عندك حدود في الفن نتاعك؟ عمل لك حدود وقيود في الفن نتاعك في مساحة الحرية والتحرر؟ أثر لك على الجمالية، خاصة الجمالية. فهمت. الكوتي استيتيك نتاع الفن نتاعك يأثر فيه برشا. ما تنجمش تعمل غنية مثلا مبتذلة وكلامها. لا أما لا أما أنت مثلا عندك حدود أخلاقية في فنك تحترمها، تلتزم بها في كلامك، في موزيكتك، في كليباتك، كي كنت تعمل كليب، في ظهورك عندك حدود معناها أخلاقية تدل على أنك محافظ تعمل في الفن المحافظ. ما نجمش نعمل فن محافظ. ما نجمش نعمل. لا مش فن محافظ. أما فما حاجات استيتيك معناتها فهمت. ما نجمش نعمل كليب وانا في مايو مثلا، حاجه معناها فهمت. لا هو من الاحسن احتراما للذوق العام وللساده المشاهدين. معناها انت بدنك خير بدني معناتها. تخيلوك انت في مايو اعتداء على الذوق العام. ما نحكيو مش على هذا. انت توم كروز كان تخرج انت في مايو معناها. مش نحكيو على هذا. معناها على معناتها الذوق العام. عملك قيود في مخك في ممارسه الفن؟ لا لا مش قيود ابدا. ساعه والدي كان لطيف ياسر، وكان حتى باش يلوم ولا حاجه بصفه هكا غير مباشره، كان فهمت في كلامه كان رزين برشا. اي كان ذواق. اي واضح الله يرحمه. الوالده الله يرحمها انجبت 15 صغير. أي. توفي منهم 8 الله يرحمهم. أي. منهم خو اخر اسمه مقداد جاء قبلك وتوفى الله يرحمه. عاودت سميتك انت مقداد. قا
قالت كان جيب صغير باسم اي قالت كان جيب صغير اخر نسميه مقداد فجابتني انا سمتني مقداد اما 15 مقداد سيلي 15 اي في عائله فقيره كانوا يجيبوا صغار صحيح اي من القلق ولا شنو من كل شيء اخي شنو كان عندهم اس ام اس معناتها وكان عندهم تليفونات وواتساب دونك ما حد شيء فما القران وفما الماكله وفما القرايه وعلاش كانوا يؤمنوا ياسر بالقرايه اي وعلاش مقداد يتوفاو 8 اخوه ثم سبب معين فما حاجه المرض تخلي المرض المرض الفقر عشت المرض. الفقر الحقيقي الفقر بمعنى الميزيريا الميزيريا بيسير في حفوينا اي معناها باب سعدون احنا كنا معناها ناس بسطاء بابا كان ياخذ في 50 دينار في العام اي 50 دينار قبل كانوا فلوس ليش كانوا فلوس شنو معناها بون كانوا فلوس لا ولا مش حاجه كبيره ومعناها قرينا على رواحنا بابا كان يعشق ياسر الدراسه والقرايه وحرضنا على القرايه قريت حقوق ايه واضح عشت في الحلفاوين وباب سويقه وغادي عرفت شخصيات شعبيه من بينهم علي شور حلفاوين باب سويقه هو القلب النابض نتاع البلاد هو قلب تونس حلفاوين بيرو الزعيم بورقيبه كمحامي في باب سويقه اي صحيح منجي سليم ادراك مال منجي سليم وزير الخارجيه زنقه الحرب حلفاوين بيلدغم كيف معناها شنو نحكي لك رضا القلعي عبد الرزاق كرباكا تحت السور صالح المادي نوعية أخرى مقداد سيلي مقداد سيلي نوعية أخرى أخرى أي أما الدمادم هذوما كانوا في باب سويقة صحيح وي. حاجة كبيرة ياسر تتبعت غادي شيء طبيعي ما أنت قاعد تشوف في بيبينيير كبيرة معناتها وعلى ذكر علي شورب معناتها شخصية أسطورية أنت صغير وقتها هو أكبر منك صغير شيء طبيعي شنو أكبر منك عرفته عن قرب خالدته كنت معاه ولكن لا ما تنجمش تقعد مع علي شورب معناتها تحكي تناقش أنت وياه مثلا نجمش على الكورة لا كان في أغلب الأحيان يقعد وحده في أغلب كان مهاب كان شو مهاب والكبش نتاعه بحذاه معناتها يبداو محني له بزيتين له قرونه شفت هذاك كل عشرة أي بيان سور ومحبس الحبق يبدا قاعد عامل كيف خاطر البنديه مش كيما توا البنديه نتاع قبل كان فيهم رونق ما كنتش باندي انت في صغرك ما لا ابدا بالكل ابدا انا كنت زين نقرا كهو نعرف كان نقرا لا كنت باندي ولا لا سباسا مقتدى سيلي مثلت وغنيت ولحنت وكتبت ونقابه ومسرح وتلفزه 7 سنين والبخت ضايع زعما لا 7 سنين سبعة بالضبط مثلت مثلت وغنيت ولحنت وكتبت ونقابة ومسرح وتلفزة 7 زيدوا من الثامنة أخرجت زاد مسرحيات أخرجت بارك الله ما شاء الله 8 سنايع والبخت شايع فما صنعة فما واحدة أخرى باش تجيب تنشط يوليو 9 قريب شنو اللي زميلك عاد تبارك الله أي قلت لك هذوما سمير حاجات عملتهم بشغف وبحب كبير حتى ما كنتش نقولها لك بصراحه ما كنتش نتصور باش نخلط الزمن كيف هكا اللي انا نعتبره أسوأ زمن عشتو اتعس زمن في حياتي هو جهرب حاجه ما تتوصفش في التعاسه حتى ايامات الفقر والميزيريا كنا شيخين تعمل روايه تعمل حكايه تعمل غنيه ديما الناس تجيك وتصفق لك ومحلاك وديما فوق منك الفلوس توا ساعة ما تنجمش تخدم ساعة معناها أول أوبستاكل ما تخدمش توا باش تاخذ قاعة نتاع عرض تبدا تدفع ساعة من الباب ما قبلك شيء معناتها فترة تعيسة ياسر زيدها الكورونا جات قد مريقلة هو شباب وتحلي الباب واضح توا هذوما الكل اللي ذكرناهم كتبت واخرجت ومثلت ومسرح وتلفزت برك الله وغنيت ولحنت ما كنتش الاحسن والافضل في حتى شيء من هذا من 7 هذوما 9 لا مش صحيح هذه ديما تعليقاتك ماكش افضل ملحن ماكش افضل شاعر ماكش افضل مطرب لا مش صحيح ماكش افضل معناها مسرحي انا مع الامانه فما حاجه فيهم انت الافضل اي شني مثلا كتلمهم الكل في الكل انت الافضل لا كيتلم لا مش انا الافضل كيتلمهم الكل ولي انا افضل في الكل شفتها في الكل في اي بيان سور وقت اللي انت باش تعمل رسامبلومون الحكايه هذه تخرجها انا ما كنتش مثلا ممثل اكاو ولا نكتب الشعر اكاو
ولا نغني أكاو. لا كنت في هذوما الكل الأخذ من كل شيء بطرف موهوب في هذوما الكل. والله حسب اتفاق حاجات أنت متطفل فيهم وفما حاجات فاش متطفل حسب ما نعرفش نسأل فيك. ما تنجمش تكون عبقري في تسعة حاجات. لا مانيش متطفل نهنيك أرقد وطمان وفي كرشك بطيخة سيفي مانيش متطفل في حد شيء. هذا حسب اتفاق المؤرخين تاع البلاد مش أنا قلت. دخلت التاريخ؟ والله أنا دخلت التاريخ ولا الجغرافيا ما أنت مش عارف ولكن أنا موجود معناها فهمت؟ فما برشا غرور في كلامك. معناها كان الواحد يقول أنا راني عملت حاجة به معناها ما عاش عندنا الحق حتى باش يقولوا عملنا حاجة به. شوف التعاسة اللي خلطنا لها معناتها هذه قمة التعاسة. علاش؟ يعني حتى واحد يقول أنا وين مغرور وين الأفضل وين كذا ما ينجم يكون كان مغرور. لا أنا الأفضل كتلمهم الكل. لا أنا الأفضل كتلمهم الكل. أنا أنسيكلوبيديك الأخذ من كل شيء بطرف متعدد المواهب. أنت سمي لي فنان آخر متعدد المواهب توا نتحداك. واضح نشوفوا فيه نجاحك نجاح باهر نجاح جماهيري كبير وشعبي وكذا وغنيتك هاو نسمعوا فيهم في الشارع واحنا جايين مسرحيتك الصف من المسرح البلدي حتى للمنقالة نتاع شارع حبيب بورقيبة الحانك هاي وصلت للهند أنا أكد لك حويجة بركة اللي كونك الوحيد أنت تقول في كلام هذا هاو توانس يتفرجوا فيه نسي مقداد هي الوحيدة اللي تقول في كلام هذا مقدام سيلي وكل مرة تستحلى جيبني قدامك إلا باش تقول لي الجملة هذه. لا نسأل فيك تعاودها نسأل فيك سي مقدام أنت هاو نشوفه في الجمهور عرفني قداش نحترمك أنت جيت فرجت فيها رواياك ما جيتش مزلت كبديت هي بديت والحمد مزلت لله كبديت العرض قداش عملنا ثلاثة عروض مزل بك وعنا زوز عروض قادمين الجمعة هذه الأسبوع هذه إن شاء الله فين؟ في نابل وفي سوسة ان شاء الله يعني كل ما نشوفه مقداد سيلي نتفرجوا فيه في التلفز الا ويحتج ويتشكى ويتبكى ويتظلم وينقد لا 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 كل ما نشوفوك كل ما نشوفوك الا وانت مظلوم انت ضحيه انت معناتها على الزمن هذا ما انصفكش البلاد هذه ما انصفتكش البلاد هذه ظلمتك ضحيه السيستم مره ضحيه السيستم مره ضحيه الاعلام مره ضحيه معناتها تعشق دور الضحيه لا سامحني تتظلم وكانك تبرر بعض الفشل البلاد هذه انا فشلت يا ولدي البلاد هذه طب باش كمل كلامك تفضل نتكلم تفضل خويا البلاد هذه ظلمت ابو القاسم الشابي قرن شروح بالعظماء قلت لك مش نقارن مانيش نقارن باهي مش نقارن ظلمت شكون اخر حنا بعض ما عادش تقص لي قصات هذوكم تفضل ولا بجد خاطر ما تعرف مالي ترسيلي مبدل المريول وكذا وندخلوا من جديد خوفتني باهي ظلم البلاد هذه ظلمت ابو القاسم الشابي اي فنظرت اليك يا شعبي باقة فدستها اي دوسي ظلمت بيرم التونسي بيرم التونسي يمشي لمصر يقولوا له انت تونسي يرجع لتونس يقولوا له انت مصر ظلمت عبد الرحمن بن خلدون ظلمت سيدي بن الحسن الشاذلي اللي قال فهمتني لو انا ستنا تونس من اليا لكانت لنا دارا ونعم الدار لا يشهدون لفاضل بفضيله وهم لكل رذيله انصار مش انا قلتها ريت الغرور ما يشهدوا يا ولدي ما تكسرش راسك البلاد هذه مش تفن نتاع شنو؟ نتاع حتى شيء محبط شي. محبط لهالدرجه مقدام مش محبط هي محبطه بطبيعتها أيست معناها البلاد هذه مش تاع فن تمارس الفن في ايش اقول لك حاجه اي ما خبزتي خاطر خدي ايش اقول لك حاجه ولا خبزه ماهوش من باب ما شنو ما بريوشه خبزه مش من باب الصدفه كون المصورين تاع العالم الكل يقول لك معناتها لا فيل لا بلو اكليري تونس فيها اكثر ذو رباني بلادنا حلوه اما الناس اللي شدوها ما يصلحوش بفرنك من الاستقلال تو يا ولدي حكايه فارغه ما بدرجات ما معناها تعاسة بدرجات بكل صراحه ما وخاصه خاصه ثم ميادين يا ديو دي با اما خاصه الفنان مشلك معناتها من عهد البي لتو حتى قدر ما عنده واضح حتى قدر الفنان محتقر بصفه في تونس بالذات خوف ثم فنانين ياسي مقدام نذكرك أي؟ اللي فما فنانين في تونس بقدرهم فنانين شكون؟ محترمين شكون فنانين نجوم سميلي واحد فنانين منهم. يفتخروا بهم الناس يعتزوا بهم سميلي واحد بشناق صابر الرباعي انت لو كنت تقعد لمين النهدي سمحت فاضل الشعيبي فاضل الجزيري برشا قداش باش نسمي قداش باش نسمي بي. برشا كملت كلامك كان تقعد مع ذوما الكل وتحكي معاهم بصراحه تو تشوف الدموع
وتو تشوف الحزن وتو تشوف النقمة. لا بالعكس عندهم نخوة، عاد نعرفهم عاد عندهم نخوة وغنيوا أجمل أغاني الوطنية يا ولدي كلنا غنينا أجمل أغاني وغنينا وعملنا مثلا سي باسا. أحكي مع الشخص، أحكي مع الظروف. يا أخي معناتها ديبريسيون، تعيش في إحباط ولا اكتئاب ولا شنو؟ إجا فسألك أنا إلى حد الآن بديت المسرح من عام 75 يعني قداش من سنة؟ إيش 40 سنة؟ إلى حد الآن ما عملتش 1% من اللي في راسي. 1%؟ 1%. كلها عراقيل وانتظارات في كلوارات الوزارة وفي درجة نوة وفي المناسبات وفي درجة حكاية فارغة. شوف البلدان العربية اللي تحترم الفنان وشوفهم كيفاش يخدموا تو تعرف، وشوف زملائك الفنانين قديش ناجحين، بعضهم ناجح وقديش لامع وقديش نجح وقديش موفق وقديش عنده جمهور وقديش كسب الاحترام. سميت لك بعض الأمثلة توانس. معناها أنت توجبتني أنا اليوم كفاشل ولا كناجح؟ لا لا ما قلتش هكا. مال هكا أنت قاعد تبني لي من قبيلة تبني لي فيك على كلامك. لا مش جاوب فيا، لا ما جاوبنيش. أنت قاعد تعلق، انت حطيتني. لا 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 نسال مش نعلق، نسال خاطر في شكل سؤال هذاك. ما ربي عاود الحلقه من جديد نجم تنفيه. ما عادش تقدمني الفنان الكبير. لا لا فنان كبير، لا كبير فاشل. فنان كبير، قيمه فنيه كبير في الفشل، فن في قيمه فنيه عاليه سي مقدير. هذا ما نجموش نقولوا، ولكن كونك انت اسكو وظفت هذا ولا ما وظفتش، احسنت استثمار ولا عندك عراقيل ذاتيه او خارجيه، تو نناقشوا. ايش قال لك؟ والله ليس من قبيل صدف كون سمير لوفي يقول علي انا فنان كبير، لابد هي كلك شوز بيان سور. فما لا شفتها كلك شوز هذيك بيان سور مقديد في تونس. ما نجموش ننكروا عليك، وانت قلتها انت حتى كمناشط قلتها حتى لنفسك وعلى زملائك. قلتها هنا في تونس كان يروك فاشل يعملوا كل مجهوداتهم باش يفشلوك اكثر. صحيح. وكان يروك ناجح يعملوا كل مجهوداتهم باش يفشلوك. يا خويا انجح خلي يفشلوك، انجح عليها. انت ترافيه ما نجحتش انا الحمد لله. فاش يتمثل النجاح؟ كل شيء انا عملت كل حاجه بالكدا. النجاح مو جماهيري، النجاح مو جماهيري. ايش اقول لك حاجه؟ النجاح مو تجاري شويه. ايش نحكي لك حاجه؟ ايش نحكي لك حاجه؟ ربما انت وقتها ما زلت صغير، ربما عام 77 وهو الناس تتفرج فيها ويعرفوا التاريخ. واسالهم، عملنا افتتاح مهرجان كرتاج. ما زلت كي تولدت انا. فوالا شفت علاش ما زلت كي تولدت؟ هذاك علاش. عملنا افتتاح مهرجان كرتاج بمسرحيه اولاد بابلا، العبد لله، كمال تويتي، توفيق البحري الله يرحمه، المنجي العوني، حاتم باللكحل. نعرف نعرف. 14,000 متفرج. نعرف. مش يتكسر مهرجان كرتاج. الأطلال، هذيك الأطلال. نحكي لك نحكي لك. هذيك الأطلال، أعطيني 14 تو. مقداد سيدي. تو وين؟ تو. تو. شنو تحبني نعم؟ ما نعرفش نسأل فيك. في 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 وقتك. شنو قدرك اللي تستحقه؟ وضع تعيس جدا. على كل على كل الأصعدة. من وقتاش بدا؟ من وقتاش بدا تعيس؟ من وين؟ احسب من الثورة. من الثورة ذاك كله طرح كله زيرو زيرو. ما ماركة حتى كيف ما ماركيت. لا أحزاب ولا حكاية فارغة. من الثورة. باهي واضح. خلينا نمشيو خاصة خلينا نمشيو للركن الأولاني كلام الناس. إي مع مقداد السيل. تفضل. خلينا نرجعوا مقداد شوية معناها حياتك مسيرتك وحياتك الشخصيه خاصه في جنازه الوالده الله يرحمها. في جنازه الوالده الله يرحمها انا معناها ثم شكون حكى لي كيفاش مقداد السهيلي في جنازه الوالده نتاعو يضحك في الناس وينكت والناس شيخه بالضحك يستضحك وعمل حول الجنازه الى معناتها فرح. فرحه اي نعم وضحكه وتضحك عادي وكذا. كيفاش معناتها منين جبت انا قلت لو كان نهار تتوفى القوه هذه تتوفى امي الله يرحم نقتل روحي. قلتها هكا؟ اي امي كانت عندي بها علاقه عجيبه وغريبه. امي المراه الوحيده في حياتي اللي عمرها ما قالت لي لا. ليه ما تعرفيش؟ الاخرين كلهم قالوا الكلام بالطبيعه. الكل شنو وانت قالوا الكلام والاخرين يقولوا اي انسان يقولوا ولا الا لميمه. اكثر واحد نساء قالوا الكلام. امشي علاش عندك ترمومتر؟ انا اكثر واحد نحكيو على الميمه الله يرحم. امي عمرها ما قالت لي لا. معناتها تصور انت اصحابي الفنانين الكل يجيو بحذايا يسهروا بحذايا 4 متاع الصباح امي يعمل لنا كذا شو طيب لنا تعمل الام 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 فهمتني. وكنت ياسر نضحكها تموت على النكته نتاعي وعلى الجو. نهار اللي توفيت بالصدمه معناتها ما عرفتش مانيش فاهم شنو اللي صار. ما استوعبتش؟ ما استوعبتش الحكايه. فقمت نحكي في حكايات جاوني حكايات في مخي فهمتني. حكايات ودي بيرسوناج ومواقف كريب تهبل يا ولدي العبيد طايحه في قاع بالضحك.
نحكي وجبت على عائلتي ونقلد في هذاك وفي بابا وفي الاخر في الجنازة. في الجنازة والناس تضحك حتى لين خويا الكبير خويا طيب فهمتني حبيت نحييه بالمناسبة طيب سهيل قال لي قال لي يودي شنو تو هذايا تو العباد يا اخي العباد جاي تعزي العباد جاي تعزي معناها وبعد ما بكيتش حتى بكي بعد الحال بعد الدفن وكذا باسبوع عاد كاهو عاد اما في الجنازة والمأتم والتعازي تنكت للعباد والعباد تضحك نضحك على الاخر زاد ما تتصورش الوالده مرضت قبل ما تتوفى مقتاد سهيل يعمل المستحيلات باش يداوي امه أي. بالعلم وبالرعواني وبالعربي و... كيفاش عملت مقتاد وقت مرضت بال 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 بسرطان حاشا السادة مرضت كي مرضت فهمتني خرجت بيب هكا في كل ورقة قاعد يغزر لنا الاخوه الكل فهمتني قال لي بربي سمحني دقيقه قلت تفضل دخلنا قال لي شوف الوالده راهي مريضه كل شيء راهو ما شو اقول لك معناتها قلت له مرض قال لي مرض صعيب شويه واحد قلت له شنو هو الحل دكتور قال لي فما حتى حل قال لي ما انا فقدت الامل في الطب تجاوزت تقول لي قلت له ما كيفاش مازال باش تتنفى غدوه باش تموت ماناش فاهمين قال لي لا عندك ماكسيموم اون سيمين دو سيمين هكا اي هكا امك عندها اون سيمين دو سيمين اي قلت له علاش قلت لك قال لي خاطر انت تفرج فيك كفنان وعندك شخصيه قويه يا اخي انا ضحكت قال لي شبيك تضحك قلت له انت عندك الكالندريين تاع الموت في الدنيا ذي بترشم معناها العباد هذا وقت توفى كذا اي في خرجت حق سالوني يا اخوتي قلت لهم لا راه قالوا لي قلت لهمش قال لي طبيب راه اي قلت لهمش قال لي طبيب راهي متقلقه وكذا بون حاولوا ما تقلقوهاش ما تحكيولهاش على مشاكل على كذا فمن بعد استرشدت من اصحابي تعرف حوم على العربي كل شيء تسال شنيا ثمش دواء عربي ثمش دواء عربي ايست من الطبيب قالوا لي شوف جماعه التيمور هذوما فما نوع نتاع حنش نتاع غابه بجد حنش اي نتاع غابه أي. قالوا لي هذايا لو كان تشدوا الحنش هذايا وطيبوا لها قلت لهم كيفاش انا يا ولدي انا باش نشد حنش ما انت حاجه غريبه قالوا لي لا برشا ناس عملوا هكاك كل شيء حاسيلو يلزمك تجيب حنش وطيبوا الام انت وقت يا ولدي تجيب نجيب سيد انا نجيب لبه نجيب طياره نجيب بيان سور انا يا امي فهمت اي امل تتمسك بي اي امل نتمسك بي ف جمعنا القوى انا وسيبي وجماعه وكذا ومشينا استادوا في حنش اي وشديناه وطيبناه ابون اي 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 حاسين تاع شنو هي تاكل هكا وعملناها تاكل في الحنش دي ترونشي لا وفهمتي اي 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 هي تاكل وانا نقول لها شوف هذه مقرونه بالسفن وهي تقول لي ما بنو خويا تضحك حتى في اشد لحظات الحزن اي اي عاد مش الطبيب قال لي جمعتين ما عاشت سبع اشهر سبع شهور عاكش الله يرحم آه. هو هذا بيد الله بيد الله بيد الله هذاك عمرها اي نعم عشت الثراء جربته بفضل الفن ثراء الفلوس شويه فلوس البحبوحه تو انت كنت تقول لي انا ثم واحد فاشل يعيش الثراء يا اخي انا عاد نسال فيك انا عشت الثراء على الثراء يا اخي يا اخي اللي ولاو اثرياء من الفن كلهم ناجحين كيفاش؟ اللي ولاو اثرياء من الفن انت اكثر واحد تعرف كلهم ناجحين هذوك من الفشلي اللي ولاو اثرياء ابو والله شوف الفنانين الكبار كلهم ساكن مشاو على رواحهم دوروا لا هذا في التاريخ موجود معناها مش انا اخترعت بافاروتي مات شارل ازنافور مات فقير بافاروتي مات فقير سان فيريان دير صابر الرباعي كي ولا لاباس عليه معناه ما فنان ماهوش فنان كبير لا صابر الرباعي لطفي بوشناق ماهوش فنان كبير ولطفي بوشناق مطرب كبير اي فوالا اي شبيه جرب عاشوا الفلوس الفلوس راهي تحضر وتغيب عمرها ما كانت علامه نتاع انا الفن عطاك الثراء ولا عطاك الفلوس ولا عايشك في بحبوحه على الاقل ولا لا لا ما عايشنيش لا في بحبوحه ولا شيء برب حتى والله صدقني خاطر انا جي شوازي اوتر شوز مثلا بار اكزامبل مش تفهم انت حكيت الفلوس والثراء انا مثلا ما نغنيش في الافراح وفي العرس انا نعمل كرياسيون ما تغنيش في الملاهي فوالا نعمل كرياسيون نعمل فيستيفال نعمل سبيكتاكل نعمل كذا هذيك خدمتي هذيك خدمتي توا احنا مقياس جديد في العصر هذا فما مقياس جديد اسمه نومبر دو فيو نومبر دو فيو انت تكره هالكلمه ولكن هذاك الموجود العصر فرض علينا هذا سي مقدار لكن اكتشفنا احنا خلنا نكمل لك هذا ولا مقياس
الناس كل قداش نمبر دو فيو قداش تفرجوا فيك من واحد، لانه الجمهور هذاك هو الميزان، هو الجمهور نورمالمون. فنان بلا جمهور ماهوش فنان، هو فاشل لا غالب، هذاك المقياس العصري والتجاري. سيادتك معناها اكثر غنايه عملت نمبر دو فيو قداش وصل وانا هي الغناء؟ اول حاجه ساعه انا ما نتبعش الفيو، انا جو فوا با بالكل. عليه انا كي نعمل غنايه جو سوي افوغل، خاطر نحب نعمل غنايه برك كو لا يهمني لا في الفيو لا حتى شيء. قداش يتفرجوا ثاني حاجه لك. ثاني حاجه سي سمير مثالش لي علمك انت، معناتها باش نجاوبك تو بصفه الكترونيه انفورماتيكيه حضاريه. اهلا وسهلا. راهو حكايه الفيو هذه كذبه وزبده مرحيه. تي عجزت اسمع عجزت باش تحققها تولي معناتها لا لا ولا لا تاني قلت لك عاد انا عاد لكبريه يقولوها فهمتني. انا مره نقرا في انترفيو نتاع زوكربيرغ نتاع نتاع فيسبوك قال لي مروح حكايه فارغه هو لا يؤمن بها اللي خلقها. بور فو دير مستنجو عمري ما شفت التصريح هذا منتي معناها توجيبول. تحقر توجيبول. من قيمه النوم. لا مش نحقر حكايه بالنسبه لي انا ماهيش مقياس مش مقياس ومش حقيقيه حكايه فارغه. شوف صديقي راهو في اليوتيوب واحد كيما بلتي عامل قريب مليار تو العالم الكل سمح يعمل حتى 5 مليار العالم الكل غناه إيه مش مقياس. إيه انت تو تحكي لي في الحكايه ذي انا ايش تهمني؟ لا تهمني. انا سالتك قلت لك اكثر غنيه قديش عملت. لا ما ما لا يهمنيش الموضوع هذا وما نتبعوش وما عندي عليه حتى وما تسعلوش وما مش الهدف نتاعك. لا ابدا. ما شنو الهدف نتاعك اذا مش الجمهور؟ اذا مش قديش تفرجوا في مسرحيتك من واحد، قديش دخلوا من واحد، قديش قصوا من واحد، وقديش شافك من واحد، وقديش واحد هز الفضول باش يشوف غنيتك في الانترنت. انت شوف انت توا كان نقول لك حاجه تقول لي لا مش صحيح كما نقولهاش، تقول لي شو ما قلتش عليها معني تاش معناها هك اللي ما نلعبوا في القط والفأر. انا نسال فيك، انا حسين في بكين والمنشوم تاعي اسال العباد اللي جات بون ثلاثة عروض ما نجموش نحكموا مش علاش ثلاثة عروض ما كومبلي؟ كومبلي في المسرح البلدي. في المسرح البلدي. اي فوالا. علاش مساحة صغيرة على قدها. الأولمبيا. تيرا رادس. تتعبى الناس كل عباوها. فعلا. علاش مقداد سيلي في وقت من الأوقات. اي. ولو أنه نعرفك ما تحبوش الموضوع هذا ولكن باش نسأل. تحسبت على النهضة. تحسبت. اي تحسبت أنك قريب من النهضة وأنك الرأي العام. لا مش صحيح. لا في وقت من الاوقات هكا لا هما يغوا اخي الراي العام سامحني. انت تعرف انت تعرف اللي فما شكون حسبك على النهضه وانك تتقرب من النهضه وانك عملت برشا اصدقاء في النهضه. لا مش صحيح. مش صحيح. مش تتنكر مش تتنكر نتنكر لشنو؟ اخي انا في النهضه باش نتنكر للنهضه. لا ماكش في النهضه وقلناش في النهضه. ما علاش نتنكر؟ نتنكر لشنو؟ ايجا نقول لك حاجه راهو اللي يسمع كلام الناس وانت توا هركنا هذا يسمع كلام الناس يقعد مرمي تحت السيس. كلام الناس لا بيقدم ولا بياخر. كيف فارغه. معناها انا شو علاقتي بالنهضه وشنو مصلحتي منها؟ الغنوشي قابلته ثلاثة مرات انت يعني وي. رقم قياسي بالنسبة للفنان. لا لا لا. فماش كون قابله ثلاثة مرات. لا فما اللي كان يفرح بيك كان يحبك. لا لا. فما اللي فنانين عايشين معاه مش قابلوه برك. أبو؟ اي. في تونس فما أي. فنانين تونس عايشين في تونس عايشين معاه. اي اي عايشين معاه. فنانين فنانين كبار. فنانين ويمشي ولوجي ومعناها عطل. للغنوشي. انا قابلته تروا فوا كي كنت في النقابة. معناها لي مصلحة الفنانين. هو تو راهو موضة التنصل من الغنوشي ومن النهضة ومن الإنكار مش عليك أنت نحكي بصفة عام. أي موضة ولات. والله تنصل معناها خاطر الزمن والعصر يقتضي والوقت والمرحلة تقتضي. أنا أنتو كارا ويجي أقول لك حاجة. قلت لي فنانين أنا مانيش راغب في حتى حد منهم. باش يكون تصريح واضح سياسيين الكل. وما عندي حتى مصلحة منهم وأنا مأيس منهم توتالمون. سياسيين الكل. الكل. ولا أمل في واحد. ولا أمل في واحد. ولا واحد يصلح. مش حتى امل سياسيين الكل حتى طرف صفر على 20. علاش؟ خاطر ما عملوا شيء للبلاد. كلهم مطالبين بشي يعملوا. مو اللي شدوا الحكم. من شد الحكم اللي جرب الحكم. سامحني اللي شد الحكم شد تاكسي هو مو شد الحكم. اي خليه يعمل هو ما عملش. والغريب فيش شادين صحيح في الكرسي. يسيش شكون مسمي؟ رجعت ياك ترى توا مازال شكون احزاب توا مازال. قلت لي فما فنانين كبار كانوا يعيشوا مع الغنوشي أي. مش حتى يزوروه ولا يمشيوا له يعيشوا معاه كريمه من كثر التردد عليه ومن كثر ما يقابلوه ويتصلوا به شكونهم؟ وعلاش شكونهم؟ هل تجر انك تسمي؟ لا اجرا. علاش؟ خاطر شنو هل تجرا واجرا انا على اجرا؟ لا اجرا يا اخي خايف ما شنو مش خايف علاش اخي حاكم تحقيق انت ولا مرشح؟ لا لا انت ما نسميلكش يا خويا ما نسميلكش. انا ما نحبش المشاكل مع حد. فنانين كبار ومعروفين. اي نعم اي نعم. وشنو هي مصلحتهم؟
اسالهم مش عارف واستفادوا من الغنوشي ما نعرفش خلينا فما فنانين استفادوا مقدرها وما نيش بس على الاقل جاوبنا ما عندي حتى ما دام مازالوا معاه معنا ما قاعدين يستفادوا وغيره راه مش كان هو بركه حتى في حزب اخرى ما وعدوكش النهضه بتعينك وزير ثقافه لا حتى تقربوا وانت رفضت ولا حاجه لا ابدا والله لا انا مشيت حتى الحفقه يتسبسي تفكر وقت انا فيصل الريعي علاش خاطر كنت في النقابه طلبا لاعانه الفنانين وهذا حق مشروع معناها نقابي ايش حتى شيء انت ضحيت شنو مقدير شنو انا ضحيت شنو ضحيت شنو معناتها انت انا مانيش ضحيه انت محبت وكذا وتحس روحك ما خديتش حقك وتحس روحك البلاد هذيا ظلمتك انا جارنتي لك انا جارنتي لك انا جارنتي ما نعرفش مثلا هو يحب يجي ولا ما يحبش يجي جو سي با مي انا نسمي لك بعض فنانين كبار واجرى لانهم اصدقائي بالكدا نسميهم لك انت لو كنت تستدعي فضل الجعابي تو تسمع ما تحب وتكره على شنو قداش نقمه على البلاد. على المسؤولين وعلى السياسيين وعلى الناس اللي لايا بالثقافه حكيت معاها حاجه تخوف معناها مخرج كبير من الرمه ومن الكاليبر ومن القيمه نتاع الاستاذ فضل الجعابي ما عندوش ولي برف هو فرقت شو هذا تي بلاد تضحك تي ما قدرناش روحنا في الباكيت باش نقدر روحنا في الفن يا خبز ما قدرناش روحنا تي عملنا معمل تاع باري لا باري طلعوا بلاش نقب وين يشد الخيط يا امي ليه بروفودير مفلحنا في شيء نفرضوا انك مقداد سهيلي نفرضوا مجرد افتراض نفرضوا انك تولدت في بلاد اخرى يا اخي بجنسيه اخرى شنو كان يتغير في حياتك كل شيء مثلا كل شيء راني ساعه في مكاني الذي استحقه اللي هو اللي هو راني انا ساعة اول حاجه راني خدمت اكثر من هكا برشا راني عطيت وراه لقيت معناها التيران فيرتيل باش نخدم وراني في مكاني الذي يستحقه وراني في وضعيه خير من هكا برشا ياسير خاش تتفرج ما تنبقر تبدا حاشم قدام فنانين اخرين اللي يقولوا لك يا استاذ ما يعرفوش قيمتك دونك لهنا في تونس والله والله اذا كان البلاد تعرف قيمه الفنانين راهي اعطتهم قيمتهم اما هذا مش حاصل والجمهور الجمهور يحبني انا عندي شعبيه ما عندكش فكره انا الناس في الشارع معناها تسلم عليا وتشكرني وتتصور معايا وما عندكش فكره ما عنديش مشكله مع الجمهور الجمهور ما يعبرش هكا في الشارع يعبر بنسبه المشاهدات نسبه الاستماع نسبه الاقبال نسبه الكذا الحمد لله يجيوني في عروضي يحفظوا اغانيه مثلا ماش واحد ما يحفظش اغانيه حتى لو انت تحكي معايا كاني انا بديت عندي نهارين لا 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 ما حكيتش هكا اما شوف بين انه الجمهور دونك يحبك والجمهور يجيك والجمهور يشري لك وانت عايش معناتها في وضعيه خايبه ومحبط وماكش ماخذ حقك تناقض لا مش تناقض خاطر ثم فنانين عندهم دوتر سورس بلي انت قاعد تغرق فيا باش انا نمشي لك الحقائق اخرى راهو ثم فنانين عندهم دوتر سورس بيكونيير شنو فلوس شنو اللي برشا شرعيه ولا غير شرعيه؟ شرعيه وغير شرعيه فما سورس غير شرعيه؟ دي سورس غير شرعيه؟ باهي انت باش تمشي لهذيك ديريكت لا لا فم تهنى ممنوعات؟ ممنوعات 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 فنانات وفنانين لا نحكيو لا بجد بجد سيريزمون اي سيريزمون هي لا فنانين وفنانات يا ولدي ربي عينهم فضايحه انا ما عينيش لا لا تي نحكيو لا بجد لا نحكي لك شوف راهو اللي يمشي قد مشكله كبيره والصراحه نتاعي كلفتني فاتوره غاليه نخلص فيها اليوم تو نحكيو مقداد سهيلي اخر سؤال في الركن هذا سؤال مهم برشا سيريوزمون يعني مقداد سهيلي اليوم في العمر هذايا بعد المسيره هذيا الكل ويعني نحسك محبط وكذا وعندك حق فما حاجات استنى خلينا نكملوا السؤال اليوم مقداد سهيلي في المرحلة هذه والعمر هذا تخاف من شيخوخة الفنان من أنك نهار تلقى روحك فنان في البلاد هذه بعد ما المسيرة هذه الكل واللي قدمته الكل تلقى روحك بدون ضمانات بدون دولة تحترم فنانيها نهايتك الله لا يقدر وربي يلطف عليك تكون نهاية خايبة تشوف الفنانين اللي تساقطوا كيفاش نهايتهم كانت تعيسة أنا ساعة والحمد لله أعطاني ربي وليدات معناتها ناجحين الحمد لله في الخدم نتاعهم وفي قرايتهم ما يخليوكش جو سوي تري بيان انتوري الحمد لله انا شيخ في داري انا ومريتي لولا هذا شنو لولا هذا ما لولا هذا معناها شنو يكون مصير فنان معناها ثم فنانين توا معناها في تونس اللي مساكن ما عندهم لا حول ولا قوه راهو سيفيني راهو شلقنا بها الحكايه نتاع الزيارات الفجائيه ونتاع المسكنات ونتاع الريق هذاك سيفيني تعريت الحقيقه بعد الثورة ضرب الكاشف اللي الحكومات المتعاقبة لا تحترم الفنان ولا الفن
ومش في حسابها. والثقافة بالنسبة لها حاجة عقيرة. دايور احنا أضعف ميزانية اللي حقها وزارة الثقافة وزارة السيادة. بن علي كان يحترم الفنانين أكثر بلزومه. وي 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 وبرقيبة كذلك زعيم برقيبة. بن علي كيفاش يعبر عليه احترامه للفنانين هذي؟ شوف بن علي ساعة أول حاجة أنا اللي بروجي اللي عملتهم طبعا بعد ثورة كان عملتهم في وقت بن علي راني لهنا لبس عليه. هذاك علاش يعاد بن علي هاجرت وبعدت و... لا 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 وسكرت ومشيت. لا لا مش صحيح مش صحيح. بن علي كان يدعم الفن ويعطي للفنان ويسمع حتى ما يقضي لكش يسمعك. توا لا حياة لمن تنادي رجع الصدى يعني دولة غايبة ما تجاوبش. ثم نهايات تاع فنانين وجعوك وخوفوك؟ وي أنا كنشوف الله يرحم عبد اللطيف الحمروني اللي ممثل كبير ياسر محمد بن عثمان فرقة الكيف توفيق البحري آخر توفيق واحد توفيق البحري ايش باش نقول لك توفيق البحري شنية معناها تقول على 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 النهاية المؤلمة والموجعة نتاعو؟ شوف رمزي البحري الله يرحمه وينعمه الله يرحمه خويا وصاحبي وبدينا نسرح من عام 75 وأسسنا فرقة المغرب العربي للتمثيل. معناها توتان باركور فهمتني؟ اي نحكي عن صدقني توا انا باش نكلمك على لسان توفيق بالضبط كانه هو حي هاو يسمع فيه. توفيق مات غاضب على الدولة وغاضب على المسؤولين اللي كيفاش يغزروا الفنان ويحس معناها بألم كبير ياسر. وهذا حكيت فيه برشا مرات انا وياه. احنا راهو تجمعنا نفس الحاله. اي شنو اللي يخليك تنطق في الجنازه نتاع توفيق البحري؟ تنطق فريمون وتنقب. شوف انا مشيت شفت زوجته في الحاله هذيك وشفت داره وشفت دنيته وبنته كيفاش مسكينه جيت معناها خارجه من حبال عقلها معناها شفت شفت شنو شفت؟ الحزن سي طبيعي الحزن انهم يحزنوا عليه، اما شنو شفت في الوضعيه؟ شفت وضعيته ماهوش يسكن في دار في مستواه يا اخي. مش مستوى توفيق البحري باش يسكن في دار كيف انك كيفاش؟ يسكن في بورت معناها متواضع جدا 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 في المروج جدا معناها علق لدرجه شنو؟ نحبوا نعرف الوضعيه باش على الاقل لدرجه كونه ما تقولش انت ثم فنان معناتها يسكن في البقعه هذيك يا اخي راه مش معقول رأ. بؤس لهالدرجه؟ بؤس لهالدرجه اي نعم اي نعم اي نعم. ومرته هكاك مريضه معناها تعرف معناها تحس معناها مرته مريضه؟ مرته مريضه بيان سور مرض مخطر مرته تعبه على الاخر تعبه على الاخر قاعده شنو هي المرض شنو هي؟ والله يا ريتها انا قاعده في كروسه تعبه على الاخر مريضه من قبل لا يعني ايش رفودين وتاخذ صدمه كيف انك هكا معناتها زوجها يموت اي زوجها يا اخي مات مقتوله لا علاش هو لازم يموت مقتوله؟ لا لا مقتول راي رمزيه مقتول راهو حتى القهر اي هو قتل أي أي. الظلم قتل اي الحيف قتل. فما نسبه فما نسبه بيان سور فما نسبه من هذا فما كثير من هذا لانه الراجل كما قلت لك كان غاضب كان متالم ما عندكش فكره ما كانش راضي على الوضعيه احنا علاش نبعدوا بعيد ها ولا مين نادي موجود ربي يطول في عمره هاك النهار برك نحكي انا ويا لامين نادي خارجين من الجنازه بتاع توفيق يبكي في بكاء معناها مبرح قال لي فريمون قال لي مانيش فاهمين البلاد هذه وين ماشيه حاجة تسخف في علاقة بالفنانين بالفنان واحترام الفنان ما يحترمك حد يا أخي واضح. سي مقداد باش نمشي الركن الرئيسي في هذا البرنامج اللي هو هل تجرؤ سؤال ثلاثة احتمالات وتعرف أنت اللعبة لعبة الأسئلة ونحبك نلعب اللعبة هذه هل تجرؤ مع الفنان الكبير مقداد السيد مقداد السيلي السؤال الأول صف شعورك يوم 25 جويلي الاحتمال الأول غمة ونزاحت الاحتمال الثاني خوف وتشاؤم حسيت بالخوف وتشائمت الاحتمال الثالث ضد كل ما حدث يوم 25 جويلي لا الاحتمال الأول غمة ونزاحت الأول غمة ونزاحت أي أي بيسير فريدة كمان كنا مسكرين تذكرة خائبة هذا شوف راو اللي ما يستعرفش بهذا بصراحة يسمى فريمون جاحد حسيت بتفرهيدة تفرهد حسينا الناس كل حسينا بتفرهيدة كبيرة ياسر تفرهيدة فريمون أما كنت عندي انتظارات أخرى أكبر أكبر كنت نتصور معناها فريمون بعد الفانسان كذيك باش تاكل بعضها معناها باش تفرهد الدنيا باش الوزارة تخدم ودور الدولاب وأنت كل تاريخ وأنت تتمنى وتتصور 14 جانفي زاد قلت لي كنت نتصور تونس باش تولي سويسرا كيفاش؟ و 25 جوي كنت تتصور حاجة أخرى والله ما فهمتك سمير لا معناها انتظاراتك ديما عاليه سي نورمال ما لدينا عندي انتظارات واطيه
بعد اللي وقت اللي 25 جويي معناتها نحات حاجات كيف نكك من قدامنا كيف شنو مجلس النواب تسكر كثرش فرحان بهذا شيء طبيعي فما شكون يقول انه رمز الديمقراطيه تسكر وهذا مأتم للديمقراطيه وجنازه يا للديمقراطيه يا مجلسنا نسال فيك راه وانا معناها يا مجلسنا نمثل الراي الاخر يا مجلسنا انتخبناك قلنا تتكلم علينا طلعت وحيد في الميكماك فشيت عجالي الماكينه خنايه هذه اي خنايه برب تغنينا حلوه لا لا ما ما مقطع من لا ما نتفكرش اللي نتاعها خاطر اي حتى المقطع مقطع انتخبناك الناس الكل اللي صلى واللي استل واللي هارب من الحبل فشيت عجالي الماكينه يا مجلسنا انتخبناك قلنا تتكلم علينا وقت اللي سكر مجلس نواب بالنسبه لي انا فوز عظيم فوز يعني عظيم عظيم جدا لانه ثرثره تسمع جعجعة ولا ترى طحينا لا طحينا يظهر لي ترى ساعه هاي والله يا سفار شنو نوع الطحين طحين هو دقيق القمح دقيق القمح ساعه قمح دقيق فهمني هي. دونك من هنا ولا من هنا سيتي اكستراوردينار يعني اما كنا ننتظر بعد ذاك معناها باش تتجدد الامور لانه زاد تحب ولا تكره ما تنجمش بلاد سياسيا معناها تاخذ سلفه والا تولي عندها امور اقتصاديه والا كذا والا فهمتني يعني بدون يعني ما عندها مجلس نواب فرحت اول حاجه بتسكير البرلمان اللي كان كابوس في في, في كابوس اما كنا نظنوا بعد باش يتحل برلمان اخر باش الانتخابات معناها مبكره واضح انتهى الوقت السؤال الموالي اكثر صفه ساهمت في خيبات لازم عندك خيبات في حياتك في خيبات مقداد سهيلي واحد لسانك الطويل والصليت اثنين ظلم الإعلام والسلطة نظام يعني ثلاثة مواقفك السياسية أكثر حاجات ساهموا في أنه عطلوك أو في الخيبات نتاعك أو في مشاكلك أو في والله هم ثلاث الثلاث مع بعضهم تعجنهم تتلقان معتها لساني طويل والصليت الطويل هي ما مش صليت ولا ما تصليت شيء ما نقول الحقيقة فهمني ظلم الاعلام والسلطه الاعلام تبارك الله عاد انت سيد القوم وتعرف مواقفك السياسيه بطبيعه الحال مواقف السياسيه كل ما نقولوا لهم يا ولدي كخر هذه ما تجيش ايش يصير؟ برجع حاجات انا دفعت ثمن مواقف سياسيه يا ولدي صار فيها العجب ابون اي نعم مواقف سياسيه بعد ما رايك في وزير ثقافه يحيلني على مستشفى المجانين شكون؟ محمد زين عبدين حالك على مستشفى نعم. الأمراض العقلية أي معناها إذا كانت رفية أنت اليوم استدعيتني معناها أنا ما بقول تفضل خويا شوف كيفاش نعمله معناتها بروفودير لا راهو اللي يمشي وغادي مش كلهم هكا كما وصفتهم نحب أعمال شنو أمراض نفسية هو. أمراض كذا فما حتى أمراض نفسية أنا عملت كوميديا موسيقية اسمها للحب وللسلام فيها 70 مشارك زبدة القوم الشبيبة الكل مقدسة وخذت نجاح كبير عملت عرض واحد في كرتاج ومن بعد عمل لي عمل عربي حلاق يعني وين تعرف وين نعرف أنا التوه ما نعرفش علاش وحالك على المستشفى نعم للتشكيك في مداركك العقلية للتشكيك وعملت كونتر فيزيت وحاسيل وتحلت بورقة بروفودير شو تقول لي علاش هذا كله مواقفي هكاكا ثم ناس هكاكا شنو على مواقفك هذا؟ إيش أقول لك حاجة ثم ناس كي تعمل أنت حاجة يحسدك حتى كيفاش أنت عملت لا اغتنم الحسد ولا أساطير هذه معناها نحكي على مواقفك السياسية لا مش أساطير مواقفي سياسية وأعمالي الفنية فما حزب عاقبك فما سلطة عاقبتك فما نظام جاب هاني قلت لك خرج من الوزارة اللي نقاسي فيها تابع يوسف الشاهد الوزارة ذيك ماهيش حكومة شكون؟ حكومة يوسف الشاهد لا معناها معاملة سيئة ياسر علاش عندهم مشكله معاك قلت موقف ما عجبهمش علاش شوف انا كل ما نخدم خدمه الا ويقفوا لي حجره عثره به الوقت وفاء السؤال الموالي مقداد سهيلي تلحينك لجورج وسوف انت لحنت غنيه لجورج وسوف نعم. قل لي ولا تخبيش يا حبيبي واللي كنت انت لقت جورج وسوف بها الغنيه هذه فخور بها وتعتز بها ندمت على تلحينك لجورج وسوف ثلاثة لم يضف لك شيئا بكل صراحة معناها لا فخور واعتز بها علاش ندمت ما ندمتش بالعكس شوف نحكي لك حكاية يا سمير انا وقت اللي عملت الغناية متاع جورج وسوف جاني السي دي من برا فهمت نقرا في الملحنين اللي خدموا مع جورج فهمتني نقرا جورج يزبك شاكر الموجي سيد مكاوي كبار عمالقة
مقديد سهيلي قلت أمان أخي توانا مع جميع إيه غنية واحدة لحنتها إيه إيه غنية واحدة غنية واحدة الراجل لحنت له غنية طار بها وانت كتلحن روحك غنيك ما تفوتش بنقردة علاش علاش انت كتلحنت لجورج وسوف وجورج وسوف علاش ما عودش معاك خاطر في بنقردة ما فماش طيارة تطير بها تخرج بها من تريتوار تونيزيا حدنا حد بنقردة بنقردة نرجع في اللواش نرجع لتونس اي اما تو الكل قايل لحنت له غنية واحدة نجح بها علاش ما عاودش حل البوم انت علاش ما عاودش معاك علاش ما ما ايه ليه ما جيتش سوقتها ما قعدنا اصدقاء على الاخر وما تنساش خلصك عليها مقداد اي خلصني عليها قديش 600 دينار فقط فقط ستريت ثرا راي هاك غنيه هذا ستريت ثرا شنو 200 دولار تحكي عليه ها 200 دولار بريسك 600 دينار بريسك الوقت هذاك عمل 87 عطاني مقيلته مونجيلا فخمة لا لا مونجيلا مونجيلا باهية مونجيلا باهية وقبلت من عنده مونجيلته شيء طبيعي هداها لي نحاها ومدها لك اي قلت له قال لي لا لا وما عاودش وما عاودش خذا من عندك حتى لحن لا لا وبعد ما تعرف حكاية جورج و باهي باهي ومرض من بعد ستيرا ما تقبلنا تقبلنا كمان واضح باهي السؤال الموالي ينقصك ينقص مقداد السهيلي لتنجح جماهيريا وتجاريا. واحد تنقصك عملية تجميل. اثنين برشا فلوس. ثلاثة الهجرة إلى الخارج. خاطر عملية تجميل جبتلك ساعة قبل ما نجاوبك ساعة قبل ما نجاوبك ولات الفنانين يبدا عمره 80 سنة يظهر معناها وكأنه 50 سنة وهك تشوف فيه. ساعة قبل ما نجاوبك ساعة نحب تعليق على سؤالك اللي هو سؤال من ديف أو مفخخ ينقصك لتنجح معناها أنا غير ناجح معناها ينقصني باش ننجح ديما لتنجح لتنتشر يا مقدار ديما ننتشر ما ننتشرش ما نحبش ننتشر لازم ننتشر كان جيت كان جيت أنا غير متأرفض الانتشار كان جيت ناجح وراضي على مسيرتك ما نحب ما تقولش الكلام اللي كنت تحكي فيه لا لا عاد تدبر عليا أنا توها في وضعيتي هذيا ما نقول كل الكلام هذا هذا أولا ثانيا عملية تجميل عليه عملية تجميل شفما تظهر أصغر باش كذا ايه ناس خدتو هكا توا كيما رغب علامة كيما يا ولدي يزي أزنافور مات عمره 94 سنة تشمل أجمل برشا فلوس الهجرة إلى الخارج تزرع شعر برشا حاجات يعملوا فيهم الفنانين يجي يقول لك حاجة يقول لك حاجة بيناتنا ما تشلقش مش يسمعوا فينا قول لي هذه زراعة شعر ونظرة متأخرة ياسر اللي بلاش شعر وهما نجوم نسمي لك أموع عشرة قال مكسرين واضح الدنيا. أما تو نحكي على تو برشا فلوس الهجرة إلى الخارج والله الهجرة إلى الخارج علاش كي ثم برشا فلوس خاطر إن الدراهم في المواطن كلها واضح تكسو الرجال هيبة ووقارة واضح فلوس سؤال موالي مقداد سهيلي هاي أحسن وزير ثقافة تعاملت معاه واحد عبد الباقي الهرميسي الله يرحمه اثنين سونيا مبارك ثلاثة محمد زين العابدين أربعة مهدي مبروك ثم زوز اللي هم عبد الباقي هرماسي ومهدي مبروك فقط فقط هذوما أحسن وزراء سونيا مبارك زميلتك لا لا مش متى ما سونيا مبارك ما قربناش لبعض عبد الباقي الهرماسي في عهد بن علي مهدي مبروك بعد الثورة أي مهدي مبروك عرفته شخصيا شنو شخصي عرفته كوزير معناتها استقبلني ايه؟ وخدمنا وتعاملنا وراجل ياسر محترم ومثقف من درجة عالية طبعا طبعا وي سوسيولوج وي وخدمنا خدمة حلوة ياسر ومتفهم ويسمع وخدوم عبد الباقي الهرميسي الله يرحمه عبد الباقي الهرميسي حاجة كبيرة ياسر والله بجد توب 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 الوزير هذاك وخدمنا خدمة كبيرة في وقته هو وحل باب الدعم للفنانين وبدات الإنتاجات والخدمة وزير تعاملت معاه هو ذكرت اسمه برشا ماذا بي ما عادش نذكر اسمه نمرو ثلاثة فك علي علاش؟ والله له الدرجة حتى اسمه ما عادش تحب تذكره ماذا بي لا في 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 عهد أكبر إنسان استنفع منه هو بيع الرخام خذ ورقة رخام قسمها على 24 طرف كله إليه حط فيها تريف وحيدة هاني جيت باجة هاني جيت جابس هاني جيت مدنين وزير شنو وزير ربطاحي يدشن هاو به يدشن ايه به يعني في بالك قداش من مليار مشي في ساحات الفنون مشي تكاكل سبالة لا بخور ماشي اهدار المال العام
كليم راهو تتحاسب عليه دار للملا عام. نعم نتحاسب عليه. شنو تحاسب عليه؟ يبدو انك عشت اسوء فتره. اللي بريمة فيهم يجي حاسبني. يبدو انك هذه تاع باندي هذه. لا باندي لا توا خاطر انت توا عملت سخن لي في الماكينه. انا اكبر حلم عندي في المحاسبه كون الدوله ذي كانت تعتبر نفسها دوله تحاسب الوزراء اللي خرجوا وكلوا فلوس الناس. وزارة الثقافة ولا كل وخاصة انك الوزارة اللي هكا تغزروا لها من بعيد نوار وقرابته وهي وزارة الثقافة وهي أكبر وزارة فيها ملفات فساد. أبو؟ إي عم وأنا نعرف شو نقول. وعلاش ما تتقدمهمش الملفات هذوما للرئاسة ولا للقضاء؟ علاه منفذ وخي أنا إيش دخلني أنا فنان على روايتي. سؤال موال. سؤال موال. سؤال موال. أي ماكش مانع منه هذايا السؤال. لا ما يسالش ما يسالش. راشد الغنوشي مرحبا بيه. بالنسبة لك واحد سيدي الشيخ فقط، اثنين شخصية وطنية تحترمها، ثلاثة يجب أن يختفي ويعتزل بكل صراحة. سيدي الشيخ نفضلك بها بالطبيعة. لا نفضلك على روحك شنو فيها. شخصية وطنية شوف بكل صراحة فهمتني يجب أن يختفي ويعتزل. راشد الغنوشي شيء طبيعي شنو عليه؟ شو مش هي برقيبة؟ شو بيك ما قلتوش قبل 25 جويلية ذي نصحته بأنه يختفي؟ سألتني انت قبل 25 جويلية السؤال ذي باش نجاوبك؟ سألتني توا شو بتكتب؟ ما مشيت 20,000 حوار أنا ما لا لا عمره ما حد سألني سؤال ذي أنت سألتني أنا جاوبتك. يجب أن يختفي ويعتزل. علاش؟ خاطر الواحد يشري قدره بيده. يزي فيه برك. خلي البلاصة لغيرك. فهمت؟ معناها شيء إذا وصل إلى حده انقلب إلى ضده. شو يخليك تقول هكا؟ النتيجة ما ثم حد شيء فما حد شيء أمور سلبية فما حاجة إيجابية تشوف فيها أنت يزمو يختفي كريمو ونعطيك حاجة أخرى زادة مش كان هو الأحزاب الكل على بعضها نقعدوا بلاش أحزاب بلاش سياسيين بلاش سياسة بدل بدل موضوعكم جاو تصور أنت لو كان ثم طيارة هزت الأحزاب الكل وطاحت بيها من فوق روسيا توفيوا الكل ما نعملوش أحزاب جدد ونعمل يبدل هم قداوش هم ما عملوش شعب ولا مخدر معناها تائه في الشوارع أبو؟ آوي أنا نمشي على ساقية ما عندكش فكرة وندخل في الأحياء الشعبية ونشوف الناس ناقمة الناس معناها تائهة الناس مكتبها فارغة حاجة تعيسة أنت واحد منهم أنا واحد منهم ما شنو أنا نفس الشعور ما شنو من بلجيكي أنا نعيش في تونس كي تخرج تقضي مقداد تهز قفة وتمشي تقضي شنو وصف لي شنية شعورك اليوم أتعس حالة نكون فيها كي نمشي نقضي أنت مقداد سهيلي أنا كي نمشي نقضي نحس روحي كي نمشي نقضي على روحي قضاء المبرم بجد خاطر قبل معناها بعشر ألف فرنك تعبي قفة وتبارك الله وغلة ودنيا توا 10,000 ساعة فهمتني تكح مقدم مرشي وبعد توا نشوفوا ايه معناها تعاسة كبيرة والله بجد قلت لك هذه أتعس فترة على كل الأصعدة عشرة هذه العشرة سنين تقصد حاجة تعيسة ياسر وتوا دخلنا في حاجة جديدة جديدة الغموض ولا جواب ما يجاوبك حد أنت تكلم قول إيش تحب وأنا أفعل ما أشاء معناها تعرف معناها معناها حشيك الكلب ينبح وطايرة طايرة واضح حشيك السؤال الموالي أي وقت اللي مقداد سيلي شاف لطفي بوشناق يغني في القصر مؤخرا عندما شاهدت لطفي بوشناق يغني في القصر أمام الرئيس أي. أمام الرئيسين كريمو الجزائري والتونسي أي واحد شعرت بالغيرة والضآلة اثنين ضحكت فقط ونكتفي خاطر نعرف ثلاثة تمنيت نفسك مكانه وقلت لماذا هو بالذات ثلاثة أجل هذوما ثلاثة ما يصلحوش بيا لا لا أما أنا لم أشعر أقرب واحد أقرب سامحني علاش نشعر بالغيرة والذائلة شنو السؤال اسمع علاش مش أنت تغني قدام الرؤساء تغني قدام شوف يا سمير باش نقولها لك باش نقولها لك لآخر مرة اللي كنت والإعلاميين تاع تونس الكل أنا راني ما عنديش مشكلة مع حتى شخص ومن نعرف غير من نعرف حد نعرف نعرف مش هذا والسؤال والحكاية هذه ما عنديش دو نضحك علاش نضحك رجل يخدم الرور لا لا نحكي على المكانة هذيك علاش مش انت سبحان الله انا نشوف يودي علاش انا نشوف منشط في تي اف ان وعلاه مش هو علاه مش هو هو مشى غاديكا غنى فنان عنده قيمة
في 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 بلاصه معناتها والرئيس شاف اهم فنان ويشرف تونس وينور تونس وهذا مش ما شافوش فيك انت فاستدعى له. الرئيس ما يشوفنيش انا جمله مش ما شافوش فيا انا. الرئيس ما فهملوش اللي عنده فنان اسمه مقداد سيلي في تونس. علاه ليه ما نتصورش؟ انا قلت لك عاد انا جربت هذا و... يعني قلت لك ما يعرفكش؟ نعرف عليه يتجاهلك ينجم يكون ما يعرفنيش ما انه ما يجاوبنيش معناتها ما يعرفنيش. تطلب بنتي مقابلته وتطلب في التليفون يا ولدي فاش قام ما يجاوبك حد تي نسال فيك يا مقداد ايش اقول لك؟ لا وزيره تبعث لها وتجاوبك لا رئيس لا كاتب طلبت مقابله الرئيس طلبت مقابله الرئيس برشا مرات بعثت ملفات وعلاش تسالت كتبت في الصحافه قلنا له يا ولدي راه ما يجيش تسمعنا ونقابلو سيد الرئيس ها علاش تحب تقابله؟ والله كتوكي قابله نقول له ونرجع للحفلة حفلة مرموقة حفلة فخمة حفلة علاش ليه مالا ليه حفلة جميلة جدا وي تمنيت روحكم ميم تكون غادي زي يا ولدي ما نتمنيش اي فنان مي ولا ما نتمنى يا سمير ما عنديش غني قدام السياسيين والرؤساء والملوك ايش اقول لك حاجة ما انا الحمد لله شيء. انا الحمد لله ما عنديش نفس الثنية نتاع الفنانين الاخرين انا حاجة اخرى الغناء امام الرؤساء والملوك ما يعني لك شيء انا لا انت لا انا لا ما يزيدك شيء لا ينقص لي لا يزيدني غناء امام الشعب لا 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 ما يزيد لا ينقص لي لا يزيدني انا عندي امور اخرى مش شرف مش فخر شرف شنو انك تغني قدام رئيس قدام او ملك او رئيس الجمهوري شرف نسال فيك هاني نجاوب فيك ما ثماش حتى شرف. شرف بالنسبه لي عادي على الاخر ماذا بيا لا وماذا بك لا زاد علاش شنو ينقص من تعرف قداش نغني لك كي تعرف قيمتي نجي نغني لك واضح اما انت متجاهلني ما نجيكش يعرف قيمه لطفي بوشناق يعرف قيمه بعضهم علاش لا السؤال الثالث سياسيا في مسيرتك كل مقداد سيلي شكون عرضت اكثر واحد حركه النهضه اثنين حزب التجمع دستوري ديمقراطي ثلاثه نداء تونس عرضت اكثر انقدت اكثر يظهر لي نعرف انا لا لا ما تعرفش اللي عرضتهم اكثر هما النهضه ونداء تونس حزب التجمع ما عرضتوش اكثر اقل حزب لا ما عرضتوش تجمع اما انت لا مش ما عرضتوش لا ما عرضتوش بالكل لا مش صحيح عرضت حركه النهضه اكثر من نداء تونس لا محال لا حتى نداء تونس ولا نداء تونس اكثر لا 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 اكثر لا لا حزب لا لا ولا لا كيف كيف تجمع ما نحكيوش عليه ما كانش عندك الجرأه باش تعارضه معناتها ما عمري مش صحيح مش ما عندك حتى تصريح يا سمير انت تتصورش انا في وقت التجمع كنت مثلا نعم في اغاني للتجمع مثلا ونشكر في التجمع وفي بن علي حد ما عمل الاغنيات على التجمع حد ما عمل ما نتذكرش فما غناية على التجمع شنو هي الغناية على التجمع نتحديك تقول ما فما حتى غناية على بن علي حاجه اخرى على 7 نوفمبر ولا حاجه ولا بالامن والامان 7 نوفمبر شنو مش تجمع والتجمع مش 7 نوفمبر حاج موسى انت كنت تتمنى تعمل كل حاجه نقول لك انا نرفضها تقول لي تتمناها كنت انا نتصور انك تتمنى قول لي معلش ما تغنيش قدام الناس تقول لك مش انا تقول لي يا ياسي كنت تتمنى يا ياسي مقدر نكونوا صادقين ولا كونوا صادقين طبعا عندي ساعه ونص بعد 99% من الفنانين تاع تونس من الفنانين تاع تونس يتمنوا انه بن علي يصفحهم يسلم عليه سي لا فيريتي شنو انا ما نتمناش ما كنتش تتمنى لا كنت نتمنى لا نتمنى تو الله يرحمه تو لا لا يرحمه ينعمه الله يرحمه عاش ينعم. الملك مات الملك لا يرحمك يا راجل امي الاول تسمع به مثل هذاك حسسني لي انت كنت معارض وكنت مناضل وكنت كذا لا 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 انا كما انا تتصورني في عهد بن علي كنت نعمل في التبندير لا كما انا كنت بارونتير تغني في حفلات 7 نوفمبر تي عملت 30 جويه يا ولدي اش بيك وجات عائله الرئيس نعم ايش بيه 30 جويه كل نقد 30 جويه جات عائله الرئيس ايه شكون هم عائلة الرئيس؟ هاو يتفرج فيا سليم شيبوب جاي يتفرج قال لي سي مقداد بارك الله فيك وفريمون عملنا كيف ما راك كثرت لها شويه يزي؟ والله قلت له هكا حد يعلم تعدي قام يضحك انت قلت هكا بتمقعيره وبمسخيره اي اي وهو في تمكو في تمكو هذا مقداد سيلي عرفناه كان تو ما نعرفوش هاني قلتها لك مالا اما كان وشفت هكايا شكون عائلة الرئيس اللي جاوا تفرجوا فيه؟ بناته وجاي وكل شوف وفماك البورو كونتر تو انا مثلا مره ما حبوش يعطيوني مسرح بلدي للعرض مشيت لسليم شيبوب وكلم وقتها سي بوليمان وخذيت المسرح بلدي
شوف معناه وهو فرش يشجع فيك على المعارضه والنقد هاو يعرف ترون دي جويلي هي كلها نقد اي بورتون ان با دي نون كان ديمقراطي سليم شيبوب دونك بربي سامحني سامحني كان مع حريه التعبير وكان يحب يحبك تنقد النظام اي يحب ينقد النظام اي اما خير ولا تو ما مش محبك تنقد النظام لا يسمعك لا يخليك معناه كارثه وقتها خير يا ولدي واحد يقول لك ما تكلمش انديريكتومون تتكلم كانك تتكلم مع الحيط السؤال الموالي سي دونجرو السؤال الموالي مقداد السيل تفضل لو فضلت او اخترت امراه لحكم تونس هكا لو ديما لو من ستكون ثم ثلاثه انسان تاع سياسه بارزات في تونس واحد عبير موسي اثنين سامي عبو ثلاثه سعاد عبد الرحيم عبد الرحيم معناتها يلزمني نختار منهم واحده يلزم خاطر افتراض والله سامي عبو سامي عبو بالنسبه لك انت افضل من ان عبير موسي او افضل سعاد افضل فيش في كل شيء معجب سامي عبو كسياسي كمراسي مش معجب انا قلت لك انت عديتني ثلاثه اي سامي عبو فانا اخترت احسن وحده في هذو واحده هي افضلهن انا نحب تفسر لي علاش باش تفوت عبير موسي سامي عبو يظهر لي سامي عبو ساعه نبداو من الاول ساعه سامي عبو تحب ولا تكره مناضله معناتها مرت سي محمد عبو ناس معناتها عملوا باركور بوليتيك معناتها جدير بالاحترام والتقدير الواضح أبار كل شيء ولا حزبه مش عمل هذا الكلام آخر واضح دو مرأة شجاعة وسحبت مواقف وتتكلم بكل صراحة وحتى في المجلس وتبعتها عبير موسي ماهيش جريئة شجاعة في المجلس ليه مش كيف كيف مش نفس الشجاعة مش نفس الحكاية مش نفس الحكاية شنية عبير موسي عبير موسي أنا دابري موا أنا مش نولي جبت جديد معناتها تجمر في البيت اللي هو معناه حزب قديم مات نشوفوا له فهمتي لوك جديد لوك جديد للتجمع قصد وي اوتر مون كومبوزي معناه وانت سيادتك ما تحبش التجمع وكذا ومعارض ليه مش ما نحبش انت قلت لك هذا راي اي راي ما كاينش بيك ديما تكتب انا ناقش في رايك انا ناقش لا ماكش انت قاعد تكمل لي في رايي وتكتب وكذا ما ريتوش قال لا 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 ما قلتش سؤال الموال عندما تشاهد ما يقوم به كدوريم تعرفه كدوريم نعرف فنان نعرف هي فنان تعرفه كفنان ولا كشنو شنو فنان هذا فنان يسرق قاعدين نتوزعوا في الكلام اخويا فنان عطار فزار خضار فنان شو فنان والله العظيم غريبه يا سي مقداد سيس تاول يا مقداد سيس تاول معناتها ماهوش فنان يقدموا فيه كفنان يقول لي خلي يقدموا فنان برا فنان لا 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 نحكيو سيريوزمون تقول لي فنان معناه شنو تقصد فنان بيه فنان يعني مال شنو كدوريم انا بالنسبه لي انا كدوريم شخص معناه ريتو نعرفه معناه مواطن شنو مواطن من شنو يكون كمواطن تونسي ما يقوم به كدوريم تعرف ما يقوم به الاعمال الخيريه ذي والحملات وكاميرا اسمع بيه عمل برشا حاجات حاول يعاون النقابه وحاول كذا حاول يعمل حاجات اي وي هل تعتبره هل عندما تشاهد ما يقوم به كدوريم هل واحد تصدق أنه عمل خيري وإنساني فقط لوجه الله اثنين تعتبره حملة انتخابية مبكرة ثلاثة تؤيد ترشحه لأي انتخابات قادمة تؤيد ترشحه سؤال تعتبره حملة انتخابية مبكرة تصدق أنه عمل خيري وإنساني فقط لوجه الله فقط خالي من السياسة ومن الطموح ومن بكل صراحة مقدر. بكل صراحة سمير هذا سؤال يحتاج إلى توضيح هو اسمه هو اسمه كدوريم هو كدو بطبيعته هو كدو هدية معناه فهمتي والهدية لا ترد هو اسمه كريم وإذا مشيت مع كدوريم يا خويا هاو كدوريم أنا أحكيك على الكدو ساعة تقول أحكيك بعد على ريم باهي هو الهدية لا ترد إذا كان احنا شفنا بخير السياسيين ونيته طيبة انت شنو تحس ثم ناس تنجو يقول لك لا يعمل في حملة انتخابية مبكرة ويعمل في السياسة على طريقة نبيل قروي وغيره ويحب يوصل ثم برشا هكا يعملوا كيكة شوف مش لوجه الله فما ما يسمى بالرياء شنو الرياء الرياء انسان معناتها يوري في روحه اللي هو عمل حاجة هذيك نقعد نلفت في انتباهك حصه كامله وكذا. اللي انا عامل الكاسه دايم تاعي انا وتبعني وديكور وكذا هذاك اسمه رياء
كان ينجم يعمل هذاك الكل عمل خير الفرجة من غير الكاميرا فرجة ومن غير تطبيل ومن غير كاميرا ومن غير ديكور ومن غير موسيقى ومن غير مكياج. معناها كان ينجم يعمله نورمال. يقول قائل هو مرة سمعته قال أنا عملت ذاك باش نشجع العباد باش هما يعطيهم قدوة ومثال. أي. كنت تنجم زادة تكون قدوة ومثال إذا كان نقصت لنا شوية من حس التبندير والتبل والموسيقى. كان هبط شوية في الطبقة كنا نجمونا منه كمياث ولا استقبالات واللي تهد علينا وتطلق كيكا معناها دي مرسيدس تفجعنا معناها ناقص كان معناها فهمتني الركب تاع المراسم وراك وكذا تولي ماني شنو معناها دونك الاستنتاج اما بقى زين تحكي على الترشح. ترشح شنو انتخابات الجايه مثلا انتخابات شنو الرئاسيه ولا حاجه ولا يزيو من اللعب راكم البلاد هذيا مسكينه تونس مش فما راكم شلكتوها مسكينه مشات هكا طبعا علاش خاطر يا ولدي بلاد الحبيب بورقيبه بلاد محمود المسعدي بلاد ابو القاسم الشابي المج سليم الطيب المهيري الهادي نويره محمد المسمودي ايش تحكي لك؟ من نحكيك محمد مزاني دمادم بعد تجي شو تقول لي معناها؟ قول لك ترشح كدوريب يا ولدي كيفاش يا ولدي راهو للرئاسه هكا تونا ولات متاح شوف من حقه شوف رئيس الجمهوريه قيس سعيد استاذ جامعي يقري في قانون دستوري اي بورتون كي ترشح للرئاسه طلعوا 100 نبا ولا وهو استاذ مساعد ودرا شنو وعلى مستوى عالي فكري وتو تقول لي معناها هذاك كيفاش معناها تعتبر ترشحه ماهيش يسيء لتونس معناها ما مش يسيء ما تجيش قطعه ما تركبش في الموتور ترشحه لاي منصب منصب شنو اعطيني منصب هاي نائب في البرلمان وزير رئيس وزير حكومة وزير وزير بالله نسلك يا إلهي بجاه ربي فماش وزراء معناها شدوا الحكم والوزراء شدوا وزراء وهم أتعس من كدوريم اش معناها أتعس اش معناها نعرفش نسأل فيك لا احنا نحكيه الساعة يترشح ولا ما يترشحش الساعة واضح هي. من الباب بعد تشوفوا برنامجه فما مستوى وانت تستغرب انه ينجم يترشح و انا تو في الجو هذايا انا ما نستغربش ماش نستغرب لا تو ما عادش نستغرب تو يا خويا يا خويا نفرضوا خلينا نكمل لك اي كمل افرض نفرضوا يا مقداد نفرضوا اي الله لا يقدر اي يا خويا لقى روحه بفضل هذا الشعب الكريم لقى روحه اي الشعب الكريم وقاه الشعب قاو بعضهم الشعب معناها وصلوا اي شنو تعمل؟ ما عندي ما نعمل اش عندي باش نعمل؟ وين باش نمشي؟ تقعد هاني قاعد احنا لتوا قاعدين هكترا تعتبرها شني انت تعتبر الوضعيه اللي انا فيها نتاع قاعده ما شني هكا توا واضح بي سؤال موالي اي اكثر رئيس جمهوريه احترم الفنانين واحبهم في تونس واحد زين العابدين بن علي اثنين منصف المرزوقي ثلاثه الباجي قايد سبسي اربعه قيس سعيد زين العابدين بن علي بدون تفكير شنو بدون اكلته بدون ما دفعته زين العابدين بن علي كسرش راسك مع كل احتراماتي لنسكن اكثر واحد قدر الفن والفنانين وي وي مثلا بي 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 كل شيء قمعوا لحرية التعبير بإيجابياته وبسلبياته بالسنسرة بكل شيء نعم. بالقمع ممنوع تتكلم ممنوع تعبر لا 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 اللي شوف اللي شوف اللي قالك ممنوع تتكلم لمين النهج تسنسرت مسرحيه شنو هي تسنسرت؟ تسنسرت لقطة الكرسي احنا كنا شاهدين عليها تسنسرت وبعد دواها ب 50 مليون معناها ولد بابا على خاطر قلد دخل الحبس وبعد وبعد كي مرض صرف عليه سخط فلوس مال هاكا يجرح ويداوي توا لا يجرح ولا يداوي شيء ما فهم شنو هو؟ راهو الغياب هبلني والسكوت والاحتقار توا تنطبق علينا الغنايه الكبيره نتاع جيلبير بيكو لانديفيرونس محقرانيه قال لك واحد اللامبالاه خليه يتكلم كي قال لي فنان تسيب عليك انت هذاك فنان مال شنو تحس لهالدرجه بال اي هكا قاعد يقول انا نصور هكا هذه دوله هكا نصور قاعد تقول بن علي طيب زيدوا حتى فنانين نسمعوهم زيد نعملوا لهم مغارف بن علي معناها تحترموا على هذا اكثر من البقيه وي كان يسمع
يسمعنا ونمشي له ونقولوا له لا ودرج شنو حتى مسؤولين حتى الوزاره تقضي ولا ما تقضيش المهم خويا يستقبل وبرشا ويسمع من وبرشا منكم كانوا في خدمته وفي خدمه نظامه وفي تلميعه وفي تبييضه وفي في مدحه وفي تمجيده فما اللي كانوا كذا فما اللي كانوا يخدموا معاه في ركابه ما كنتش منهم لا ما كنتش منهم عمرك ما غنيت في حفلات 7 نوفمبر لا ابدا 6 نوفمبر بكل ليه 6 نوفمبر كيتش ابو مقبل شو أبو أموفي؟ عمرك ما قلت كلام معناها في بن علي مدحته وإلا مدحت 7 نوفمبر؟ قلت فيه كلام باهي واضح قلت فيه كلام باهي بيان سير باهي نعرف اللي أنت ذميته وقتها كنت تنقد زاد أنت لا 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 كنت في الكنارة روشانية تكتب وقتها كنت تضحك عمري كنت بعيد جملة كنت نكتب على أمثالك عاد وخليني كنت نكتب عليك عاد أنا وعلى أمثالك وعلى كذا بعيد على أمثالي عمري لا دعيت منك أخويا وليت لنا مناضل اليوم سبحان الله تحب تعمل عذرية جديدة باهي مقتدى يا سمير يزي من وليت لنا هذه أمانك ولا العظيم ولا يا مقتدى في عمري أنا تقول لي وليت لنا مناضل ماكش مناضل معناها انت تو ما تعرفنيش راك لا نعرف اقسم بالله ثم برشا ناس تو يعرفوني يتفرجوا فيك راهم يقولوا شبيه السيد هذا يقول لك باهي اذا تقول انا مانيش فنان ملتزم مالاش كون ملتزم ما قلتش لا ما نقولش هكا تقول ماكش مناضل سياسيا مناضل يعني معارض يعني يا ولدي سياسيا كانت عندي فرقه صحاب الكلمه راني عملت بيه. اللي ما يتعملش باهي السؤال الموالي تفضل قديت السؤال الموالي اكثر سياسي يتحمل النقد وحرية التعبير حسب رأيك وحسب تجربتك في البريود هذه واحد عبير موسي 2 راشد غنوشي 3 منصف المرزوقي بكل صراحة هاك شفت انت وتتكلم في البلاتوات وتعبر عبير موسي تتحمل حرية التعبير و... هي تحملتها والله دونك عبير موسي تتحمل أكثر وحدة تتحمل النقد وحرية التعبير نعم يعني أكثر وحدة ديمقراطية وي أبسوليمون واللي صار مع لطفي العبدل اش معناه؟ شنو رايك فيه معناته؟ لا شوف لطفي العبدلي فنان وهو هذيك طريقة من طرق التعبير متاعه هو هكاك يشوف في الكتابة متاعه في الخطاب في الديسكور متاعه دونك إلى ليبر دونك عبير موسي هي أكثر سياسية تتحمل وعبير موسي لا أونكيسي ألور لا بكل صراحة اللي حتى ما قبله هي قبلته تحملت أكثر من منصف المرزوقي؟ يوصلوا ضربوها عبير موسي أكثرش منك أكثر من اللي صار لها يفول دير وشوف انا راني نتكلم من الحق والواقع فهمتني اي بورتو معناها مكملت في ثنيتها وهذا يحسب لها جلو دي عبير موسي يعني امراه ديمقراطيه وسياسيه ديمقراطيه وي جوسكا مينو جوسكا نوفيل اوردر خاطر ما تعرف السياسه كيفاش منصف المرزوقي تحسوا لا ماهوش ديمقراطي معناها ما يتقلق من حريه التعبير من نقد أنا عمل ردود فعل خاطر في الحكم اختبرناه انا كل شخص يبيع بلاده ويبيع شعب بلاده من ذبي ما نحكيش عليه شكون بيع شعب بلاده هو منصف المرزوقي بيسير ملا انا كيفاش بيع شعب هاك ترى يا اخي اللي عملوا شويه ملا هو محكوم عليه تو بالسجن زعما جراتويه كيكه يستحق ولا القضاء ما قام يعمل يستاهل وي بيسير يستاهل 4 سنوات سجن منصف المرزوقي ما نعرفش 4 سنوات هذاك تقدير القضاء أي. ولكنه يستاهل العقاب يستاهل السجن يعني. يستاهل لانه بكل صراحه كان رئيس جمهوريه معناه والله العظيم شنو كي رئيس هذه مثلا غلبة من الغلبات اللي صارت لتونس اللي هي هو كان رئيس الجمهورية شوف الديمقراطية وين هزتنا شوف سي مقدير خليني نكون رأي الآخر أنا تفضل رأي ناس يتفرجوا فينا توانسة يتفرجوا فينا وانتخبوا منصف المرزوقي وانتخبوا أي يقول لك منصف المرزوقي أولا مثقف ثانيا حقوقي أي ثالثا مناضل شجاع رابعا معناتها في عهده عمره ما سجن واحد على حريه هذا يقولوا فيه انصاره مش انا حريه الراي ولا حريه التعبير وكان ديمقراطي أي. هذا كل يخليك تقول انه معناتها غلبه من غلبات انه رئيس انه منصف المرزوقي شد رئيس تونس تنجم تكون عندك كل هذه الخصال ولكنك لا تصلح ان تكون رئيسا للجمهوريه الجمهوريه راهو فيه التكليف وفيه التشريف راهو تصويرة البلاد راهو علم تصويرة البلاد كانت خايبة في 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 على الاخر في عهدة ورئيسة انا بات انا مبقر في الانتاج كيفاش هذاك يشدر الجمهورية ابو ما انا باب دخل لو كان مش من باب الديمقراطية شنو يا اخي كاينك تستعار منه وهو رئيس جمهورية انا قلت لك انا حاجة ما تقلقني ياسر شنو كاين نستعار منه حاجة تقلق على الاخر
شوف تونس كيفاش. علاه النقمة ذي الكل؟ لا مش نقمة، شوف بعد الحبيب بورقيبة بابا الكاريسم والحضور والشبوبية والنباهة والكلمة الحاضرة والفرهة، رئيس الجمهورية تاش معناها حاجة عظيمة ياسر، والفرسنة والذكاء والتعامل والدنيا والدولاب يدور، يجي وني سكيكة بني حاجة ما بتعيسة ما بتعيسة ياسر ولا لظيم. رأيك رأيك محمد سيلي رأيك فما توانسة ما يشاطروكش فيه لأنه يشوفوا فيه مستوى آخر؟ ما كنتي كتبها في الفيسبوك متاعك أنا لا تعجب يعجبني كل الناس لأني لا أعجب كل الناس، هكاك زدن يا خي رأي معتها يزم الناس كل تقبلوا نو. رأيك تجرؤ وي. السؤال الموالي، مقداد السيلي ما جنيته ماديا من الفن تيلت حياتك أي قطع نظر على قيمتك الفنية، واحد يساوي أو يقارب 200 مليون، اثنين يفوق المليار. كمل كمل كمل. ثلاثة ضحكتك يفوق المليار. اي ثالثة أكثر من نصف مليار. شبيك ما ضحكت كم في المليار خاطر المبلغ اللي أعلى ما ضحكتش في الآخرين. والله هذه الحسة هذه متاع الفاتورات متاع الحسابات متاع اثنين ثلاثة فهمت. أنا بجد أنت لو كان تعمل برنامج آخر بعد 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 هالتجرة مش تعمل برنامج آخر اسمه الفاتورة، مش اسمه الفاتورة ولا هل تحسب ولا بجد فريمون. لا لا أنا احنا مش الغاية الفلوس. الغاية مش لعبات تعرف الفرق بين قيمة الفنان وبين المقابل المادي والمكافأة المادية والواحد. خليك معناها خليك شوف الجانب الراقي من السؤال يا سمير. تحب تشوف الجانب التافه تنجح. حاول 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 سيادتك مرة في حياتك مرة في حياتك تفهم اش معناها فنان. فنان راهو لا علاقة. أنا نفهم اش معناها فنان. اي لا علاقة بالمئتين مليار. لا هذاك قصدي. خمسين ألف مليار هذاك قصدي. أنا وضحت لك توا باش نقعد. أنا بصراحة حتى كي جبت فيصل تبيني ما فسرتلوش أسئلتي هك، معناتها أنا نقوم كل سؤال نشرحه لك باش تفهمه. كي جبت شكون؟ أنا قلت يا سي مقداد السهيلي نحبوا نعرفوا الفرق بين قيمة الفنان. قلت لك كي جبت شكون؟ شعنا فيه؟ شعنا فيه؟ نائب معناها مجمع. انا قلت سالت سؤال قلت شنو هي نحبوا نعرفوا الفرق بين قيمه الفنان وقديش معنى الحصيله الماديه. خاطر ساعات كي تشوف تتاسف. انا قيمتي لا تقدر بالفلوس هذوما اللي حكيت عليهم انت. يمكن حاجه معناها شو تحكي لي على مليار معناها. مليار عندك انت علاش تكتبوا؟ مش ما نعرفش نكتبوا ما نعرفوش مليار بكل عمرنا ما تقابلنا ماناش صحاب لا نسبته لا طلعت معه في الكار لا المليار هذا تحكي عليه انت. ما يهزش عليك. على مليار. ايه. حتى كي تطلبوا ما يهزش عليك. ما نطلبوش انا. علاش تضيع في قدري؟ وقت اللي هو ما يهزش بطبيعته. 100 انا شاري قدري بيدي. 100 مليون. والله شوف يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. متى تحكيوا على مليار، مليار تو فلوس حساب. صحيح. كي ناس تشري في ديارها ب 50 مليون. صحيح. اي ولكن معناتها للأسف أنت تحكي عليه كفنان كبير وكأنه حلم. مش حلم ما كأنه معناها حاجة مستحيلة. حاجة مستحيلة يا ولدي شبيك خلي توا زادة. ثم فنانين في تونس راهو خمسة حفلات ستة حفلات يصوروه المليار. ربي يزيدهم إن شاء الله يعملوا 10 حفلات 20 حفلة. فنانين كبار ربي يزيدهم إن شاء الله. ربي يزيد يكبرهم ناجحين ورب يزيد ينجح. عندهم جمهور كبير إن شاء الله يا ربي تولي الطيارات هكا الناس تحبهم ان شاء الله يا ربي القلوب تولي هكا. المليارات عند المليار عندهم ماهوش رقم كبير كما انت تحكي يا ولدي. انا شي يهمني وهما فنانين كبار. انت علاش تحب كبار. عندك ساعتين وانت قاعد تحفر بتورنوفيس تحب تخلق لي غيره من غيري لا وتحب لا لا. تعمل لي مشكله معناتها في عقائدي وفي اموري. انا هكا انا شوف انا هكا جو سوي بيان دو مابو على الاخر به. باش نسألك سؤال مهم برشا. تفضل. جاوبني بصراحة يعني الأسئلة متنوعة. ما عادش تقول لي بصراحة. أي. هذه برنامج هالتجر أعمله للآخرين مش لي أنا. والله أنت هو اللي مواتيك البرنامج على الآخر يا مقداد. فوالا. السؤال موالي وصحيح عندك حق. باهي. نحكي لكش على الصراحة معك أنت. أنت صراحة شخصية. بارك الله فيك. السؤال موالي. أي. الفنان جاوبني بصراحة. خاطر هذا موضوع أنا نعرفه. شو كي يخص. الفنان الأكثر كرما وسخاء. أوه يا أمي. أمينة فخ صابر الرباع ذكرى محمد لطفي بوشناق. انا راه ما نسالش سؤالك كنت تعرف اسمع انا مانيش باش نجاوبك على السؤال هذا. تعرف اش باش نجاوبك؟ قول علاش على الاقل اذكر لي كره ما خاطر ثم ناس لهنا يعملوا في حاجات. انا ذاك اللي هي الغايه نتاعي. ثم ناس لهنا في غايه الكرم اي
وانت تعرف وما نسالش سؤال صدفة. في هذوما الأربعة أي. في غاية الكرم سميهم لي على الأقل، تسميش خويا القرنات والله خلينا باش ما نقعدش نسمي لك، أما في بقعة اللي نسمي لك ذكرى محمد باش نحكي لك حكاية صغيرة. أنا نسمع على ذكرى محمد أنها باش نحكي لك حكاية صغيرة. تفضل حكي لك حكاية صغيرة. لطفي بوشنيق زاد نسمع اللي هو أي بيسير ذكرى محمد أي. ذكرى محمد الله يرحم عاشت فترة في خصاصة خصاصة كبيرة كي مشيت لمصر وحلوا لها البيبان وعرفوا قيمة صوت ذكرى محمد وشعل الضوء في عينيها وربي اعطاها، كانت قبل تعرف شوفير تاكسي في تونس هنا يشيحها وكل شيء معناها خدوم فهمتني. رجعت لتونس وفركست عليه وشريت له برتمان وقت اللي وليت لبس عليه الله يرحمها ما شاء الله. اي نعم الله يرحمها. شكون اخر لهنا معناها تعتبروا معناتها عمل دي جيست تاع كرم وكريم شوف اقول لك حاجه انا حكيت هما مش معناها روانه يسيل شيء عندي مشكله مع الاشخاص جيت بطبيعتها لطفي بوشنيق يسمح لي هو باش نحكي الحكايه اما بدون ما معناها واحد عنده موسيقيين كانوا معاه في الفرقه توفوا فهمت كيما شكون عنده موسيقيين ما نسميش عنده موسيقيين اي اي عشرو في الفرقه وخدموا معاه برشا وعشرة سنين توفوا الى يوم الناس هذا مازال يتفعلهم في الكاشي نتاعهم لديارهم ممتاز ايه حركه معناها هو ما يقولهاش ممتاز احنا راهو في برنامجنا ما عندناش مشكله مع الاشخاص تعمل جيست يجي فنان يشكر لطفي بوشنيق نعديه ونحبوه كذا ويجي فنان يعطي رايه العكس ما هو حر ما نحكموش فيه بي انت سميت مزوزه ذوما ذكرى محمد ولطفي بوشنيق امينه فاخت وصابر الرباعي بصراحه ما نعرفش عليهم حتى شيء تعرفش عليهم حتى شيء بيه ما هو انت ملحن تعاملت مع امينه فاخت وكذا وتعرفها وفي الساحه الفنيه تعرف يقولوا ان امينه فاخت مع الفلوس انا والله لا ما نعرفش ما نجم نقول حتى شيء اما امينه فاخت انا عملت لها كم في الوراء الكاميرا به السؤال ما عادش تزرفك الكلام اللي باللوت هذاك في الطبقه اللوتانيه لا لا لا, لا. رك حلاعب سي سمي به السؤال الموالي اربع حفلات في تونس في نفس الوقت واربع استدعاءات اي وين تمشي؟ المطرب الكبير الكفوري واحد، المطرب العظيم اثنين راغب علامة، ثلاثة المطرب العالمي بلتي، أربعة المطرب الشباب نصيف زيتون زيتون قلت زيتون شوف زيتون وإلا ترشي ربي نجحهم ولا العظيم إما أنا راني ما نجمش الأربعة ليه؟ ضرب عليه انا ما عنديش وقت باش نمشي لهم ولا ما عندي وقت بكل لا راغب علامة شوف راغب علامة يا ولدي جيتك خاطب راغب علامة بنت لا 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 احكي راغب علامة ايش نعمل له راغب علامة فنان ما تمشيش يا ولدي مشي له انت انا علاش تحبني نمشي له انا ما يعجبك مش ما يعجبنيش ما نمشيش ما تمشيلوش نقلق تقلق نقلق على الاخر في حفلة راغب علامة نموت بالقلق في حفلاتهم الكل اي عارفش نجاوبك بالجرو بلتي يا ولدي نقلق لا بلتي لا بلدي لا لا نحكي بجهاز قلت لك نقلق نقلق والكفوري صوته لا لا بربي انت فنان وموسيقي أي. ونعرف ذوقك ونعرف تكوينك أي. ونعرف ثقافتك مانيش نسال في نامبورت كي يعني. نسال في واحد عارف نعم. يعرف شو يقول اي نعم والكفوري اي اللي احنا بصراحه معناها احنا نعتبروه مطرب كبير مطرب حقيقي موسيقيا فنيا ليه ما تعتبروش من لا ما قلتش من حال ما نعتبروش لا نسال فيك ما نمشي له قلت لي تمشي له حفله يا تسمعوا يا خويا في سي دي تسمعوا اكثر من ثلاث دقائق سي الروح طلعت وسي ما عادش نجم اقسم بالله نصيف زيتون تعرف انا زيتون وانا جبن وانا واحد لا يا مقدير يا ولدي ولا شو تقول لي نصيف زيتون امانك يا ولدي ما تفرجش فيهم الناس هذوما علاش؟ امان عندنا مشكل في تونس كل علاش الناس كل تحب تشبه لبعضها ما نشبه لكش انا ايه عندك حق انا مقداد وانت سمير انا مفسر انا ما قلتش نسمع نصيف زيتون لا انا كي نقول لك هذايا ما نحبهاش علاش ما تحبهاش علاش يلزمك تحبها لا لا ما قلتش يلزمك ما نحب علاش ما باش نفيق بحاجات نقلق نقلق نفد يفددوك عندي مطربين كي نسمعهم ما نقلقش ايه هم ودي يا صافي اهلا وسهلا ايه بي فيروز أزنافور بابا سلام مستوى
مستوى شنو هذا؟ مستوى اخر. رغب علامه راهو فنان معناها شوف قداش قعد ناجح ونجم. خليه يقعد على روحه ويقعد ويقف يعمل شي حبه. ولا ومرحبا بيه. طولا وعرضا بالدولار وباللورو. شنو سر نجاحه؟ شنو سر نجاحه واستمراره؟ يا ولدي هذا اسال يا ولدي اسال. لا انت كفنان اعطيني سؤال اعطيني جواب بربي يا مقداد احنا لهنا باش انا فيها في تسال فيها في اسئله تقنيه لا علم لي بها. مش تقني شنو هي سر نجاحه؟ اي اسال الامبريزاريو نتاعو واستمراره اسال خاصة مدير استمراره استمراره يعني اثبت لي هو ماهوش موضه اي من جيل الى جيل استمرار الميوعه اللي اون باراليل معاه قد ما ثم سيوله تاع ميوعه قد ما هو عمره طويل والميوعه ما كريتو قد ولا عمره 300 طرف سنه والميوعه معاه تحبني انا معاهم ميوعه هكا انا يحرك ليش ميوعه ما يشيخنيش ايش عنده ما يحرك ما يضربنيش هكا تو ايش عنده ما يحرك لي مش تحش ما يروحك ولا ليه معناها ايش ما يروح لا تسمح يا مقدير يحرك لك يعني يضربك تقص ما يضربني اي ما يضربك شكون ما يضربني لا يعمل لي حتى شيء 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 شفت أزنافور عمره 90 سنه باب 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 هو قول الجمله الاولى سي انا لازم نسمع حتى بقيت الغناء مش المطربين الكل يقولوا أزنافور لا ايه هاك عودي عصافي مال ثم ناس اخويا كي يبدا يغني شيخني انا يعمل لي جو اللي باعنا خسر دلعنا تعرفها الغنايه ولا؟ هذه نتاع رغبة؟ نتاع رغبة اي اللي باعنا خسر دلعنا دلعنا دلع مدلع بطيخنا لا لا بالرسمي غنايه ضاربة ياسر نجحت نجاح كبير برشا اللي باعنا خسر دلعنا شنو مشكلتي انا كي نجحت نجاح؟ سمعتها والله انا يعني نسمع في الكهرباء نسمع معناها اون باسون مش معناها نهتم اي ما عجبت ما, ما ما حركت فيك حتى شيء ما ولدي ما حرك لي حتى شيء قلت لك واضح بالدلاء بلاش دلاء باللي يحب هو ما اللي باعنا خسر دلاء تو هكا تو انا معناتها لا اله الا الله الحمد لله شنو انت شنو؟ بعد ما نسمع رأى الحبيب وبعد نسمع السخط المسخط اللي عمرت انا راسي صارف عليه برشا فلوس نسمع دلعنا وبلعنا ولا بجد نختم فما فنان انا نحب اي وفنان الجيل يتسمى فنان نعتبره مطرب الجيل شيخ روحك ما دامك اللي هو الجيل اليوم. اللي ما يعرفكش ما دامك جبتني وانا قبلت باش نجيك شيخ روحك لا لا معناها ديما تو باش تطلع لي ترى اخر تو باش تجيب لي واحد روتيلا ويقول لي فنان تفضل تتفضل يا بقديت تسمع سؤال الاخر نسمع نسمع ثم فنان مطرب الجيل اليوم اي يمكن الجيل اللي ما يعرفكش انت وما عمره ما سمعك اي كونتر تو ديما تعمل ازريق لي انا في اثنين لا 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 اي اي فهمتك فهمتك بلتي شبيه بلتي بلتي اليوم يا اخي نجم كبير ياسر عالمي وصل معناتها عالمي باش ما نبلغش عالمي يعني نعم. عنده شويه معناتها عالميه انا عندي كلمه عالميه مسها عندي كلمه بركه باش نقولها في بلتي هو شخص يحترم نفسه بمعنى يحترم بلتي يعرف حدوده ويعمل في موزيكا حلوه نتاعو ومنظمه ومرتوبه وباهي وتحسوا ذواق سيتو اما مش المطرب الكبير قلت قبيله مو بالعاني هذيك باش اي ديما بالعاني ما قلتش انا قلت المطرب العالمي لا قلت قبيله المطرب الكبير اي ما هو في حضور مقداد سهيلي لازمنا نقولوا السؤال الموالي مقداد سهيلي اي نعم شعورك اي عندما تسمع المطرب الكبير صابر الرباع أي. واحد يطربك إلى حد النشوة اثنين عادي لا يثير فيك أي شعور ثلاثة تشعر بالغيرة من صوته هذيك ديما موجود ديما الغيرة موجودة ديما تتبع في الغيرة ولا ساق في الأسئلة الكل بي يعني بكل صراحة صابر الرباعي فنان مثقف وفنان معناها إلى حد النخاع واضح وصابر الرباعي صابر الرباعي صوته تريزة أم لابد هذيك أم هذيك حاجتي به هذيك حاجتك به هذيك استنى فيه بارد 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 بالنسبة لي أنا بارد إيه بارد على الأخر لازمو يسخن شنو يعني بارد إيش معناه بارد شنو بارد معناتها فسر لي تقنيا الصوت البارد شنو من غير روح ريت أمينة فاخت قارن فوالا نعطيك مثال ريت أمينة فاخت روح لا أمينة فاخت
ماهيش قريه موزيكا، بس ابو الرباعي استاذ كبير اي متكون ويغني بيانو مش لاعب تكنيكمون مستوي يا ولدي نشاز لا يهبل كعبه نشاز لا يهبل ولكن معناتها الروح بارد 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 اما فاخت كي تغني فمك السخانه فمك الوجيعه فمك الالم البنين الشجن هذاك يمسك ذكرى الاثنين سخانه وتكنيك قمه صبر باعي ما عندوش الحاجه ذيك ايه اللي هي مهمه برشا حسن الدماني الاحساس حسن الدماني الله يرحمه تقصد الاحساس احساس وتكنيك الروح حسن الدماني احساس وتكنيك وجيعه وسخانه بنين يبارك صوت فهمت وانت صوتك انت صوتي انا انا ما نحكمش على روحي اسمعني دونك صابر باعي انت تعتبره فنان كبير ما معناها مطرب كبير ولكن ما يطربش مطرب كبير مطرب كبير لا مطرب كبير ولكن عنده حاجه ربما ما تخلينيش انا انت شيء فوالا ونكمل الحفله اي اي هكا هذه هكا فهمت واضح اي واضح فهمك فهمك معناها امينه فخ تعتبرها قمه الاحساس في عندها شجن وعندها وجيعه وعندها وذي يجي صوت مجروح تحسه كذا يا بابا وذي يجي من الخساسه ومن الحرمان ومن المأساة مش متشقنيس والنعومه يا عيني والقطن توا هي قرات هذيك لما انت فاهم فاهم اكل الواه شفتك الواهره فما يطف فما قماش ما بنا ما تحدى العالم انت صابر الرباعي ما 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 ماهيش شوف هذاك تو معناها تو انت تحب معناها تخليني نقول لك حاجه خايبه في صابر لا لا ما قلت حتى شيء خايب انت بالعكس رقي كبير في التعبير النقد نتاعك ليه جارح وليه مطرب من درجه عاليه ونزيدك ونزيدك زياده في المطربين اللي يغنيوا تو في العالم العربي برا خاصه لبرا صابر توب توب لطفي بوشناه مطرب كبير لطفي عجبكش عنده الحاجه ذيكش عنده الشجن عنده اي عنده الوجه توزع في الشجن سيادتك والله لا شجني اي به السؤال موال قدام سؤال يا اخوي سؤال موالي اكثر موقف جرحك واثر فيك واثر عليك مقداد اتهام واحد اتهام نرمين صفر لك بالتحرش اثنين اتهام مهما قلتش اتهامك بسرقه فاطمه بوساحه ثلاثه اتهامك بالتملق لراجل غنوشي والتقرب للنهضه هذه كلها اتهامات اتهامات بون اتهامات اما تجرح شوف فما حاجات تجرح اكثر حاجه جرحتك فيها مقداد ومستك فريمون معناتها انا باش نجاوبك سمير تالم توجعت اما عندي تعليق صغير قبل نجاوب نحب نقول لك حاجه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما سلمش من سلمش من الاذان تاع سيد الناس سيد السادات العبله خاتم النبيين والمرسلين ما سلمش اسلم حتى حد من الناس هذوما انا كي شديت النقابه وخدمتها بقلب ورب معناها لحقني برشا اذى اي صحيح برشا اذى صحيح ما وانت زاد لسانك موذي شويه ما الاذى يجيب الاذى لساني موذي تجي انت تقول كلمه تجي وحده في التلفزه تجي وحده في التلفزه ومرتي قاعده واولادي قاعدين بمناصبهم وبوظائفهم بمعمارهم تجي تقول هذايا راهو حب درشنو كذا يحرش بيا شو كلام هذا حاجه مؤلمه ياسر توجعت منها برشا تجي وحده تقول راهو يبيع في المطربات في الخليج شكون اللي قالتها؟ امان هي قالت هكا تلك التي ينقسم اسمها الى قسمين الايمان والشرف ايمان الشريف اي نعم قالت اللي انت تبيع في البيت قالت انا نبيع في المطربات في الخليج يا اخي تلفت واحد من المجلس توا المجمد هذا ما ربي عاد يعرف شو يعمل قال والله العظيم يا اخي هو يمشي للخليج معناها عملوني تمقعيره شكون نتفرج شكون لا قولوا قولوا لا والله نسيت واحد هكا والله ما انا تعرفني كنت نفكر اسمه قول قعدت بيت منين حزب هذا؟ والله نسيت نسيت معناها فهمت؟ فريمون سميت المطربه ما تسميش النائب قلت لك لا ما نتفكرش يا سمير ولا كنت نفكر نقول تو كي نتفكر نقول لك عليه معناها عندك حق موجعه ياس موجعه جدا يعني لا يقدروا عائلتك لا يقدروا اخوتك لا يقدروا جيرانك لا يقدروا اصحابك واضح السؤال موالي مقدد سيلي ديمقراطيه حريه في الانتخابات الرئاسيه نعرف اللي انت انتخبت قيس سعيد فهل واحد ندمت على الانتخاب اثنين لم يخيب ظنك ولم تندم ثلاثة أفضل رئيس بعد الثورة
بكل عيوبه أفضل رئيس بعد الثورة؟ قصدي أفضل رئيس بعد الثورة؟ أي أفضل رئيس بعد الثورة بكل عيوبه هو أفضل رئيس بعد الثورة. بعد الثورة فيش أفضل مقدير؟ بصراحة أنظفهم. أنظفهم أي واضح نظيف بصراحة فلودير ما فما إجماع على أنه نظيف ما حد ما حد حتى ألد أعدائه ما شككش في ذمته المالية مش هذا الانتقادات موجهة لقيس سعيد تحسوا معناها يفركس على ثنية باش يلقى حلول تحسوا أنه وطني رغم كل هذا ربما مثلا طرق التعامل نتاعو ما كانتش هي منصف المرزوقي منصف المرزوقي كان نظيف راهو ذمته الماليه نظيفه يعني ما هي ما بعد العمله اللي عملها هذه ظهر نظافته على الاخر ماشي في فرنسا يشهر بينا ويحكي بينا وكذا مش معقول هذاك معناها كان صابونا نغزو داخل داخل البلاد مش لبرا مش يعني نقطعوا في بعضنا لبرا يعني لازم الواحد معناها اي رئيس لازم يولي رئيس سابق باش ينقذوا مقداد السيلي لا لا قد نحسك هك لا ولا لا الرئيس الحالي تشكر لا. ما 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 ليه كان جاي فيه حاجة نقول لك أنا هاني قلت لك أنا يا أخي قيس سعيد سيلو بارفي ليه عنده مشاكل كونه ما حلش باب التشاور كما ينبغي واضح لوريتم إتري رالونتي واضح البلاد توا ما عادش تتحمل البطء انتظار وبطء أكثر واضح سؤال موالي أي سؤال بومش يقلقك شوي مش مشكل يا خويا تقندي قلقتني من الأول خلي توا ما الفرق بينك وبين لطفي بوشناق؟ واحد صوته أجمل وفنه أرقى اثنين أذكى منك فنيا ثلاثة مواقفه السياسية والاجتماعية خدمته أكثر منك أذوما ثلاثة كل عند لطفي أنا ما عندي منهم حتى شيء جهرب صوته أجمل مني أونيتمو هو ما تمقعش يا ولدي لو كان أنا قلتها لي سبين را يا سمير يا ولدي خليني نتكلم يا خوي تفضل خوي راك تقول لذيف تقول لذيف نتاعك جاوب هو جي جاوب وتتحكم له في الجواب نتاعه لا لا لا, لا أنا خليني حر اخوي حسيتك معناته تتمقر حس على روحك اوكي تفضل يا اخوي وقفوا الحصه جيبوا لي مصحف نحلف اللي انا ما نتمقرش لا لا تفضل تفضل مقديد من غير ما نميعوا الواحد ولا يطلعش كما المصحف اللي حلفوا عليه جماعه الاخرين باه صوته اجمل وفنه ارقى هذا ثابت اذكى مني فنيا نعم هذوما زوز نشاطر كان الرأي فيهم اي ومواقفه السياسيه والاجتماعيه خدمته اكثر وي من انا مواقف خدمتني اكثر الخدمه الثالثة هو عرف كيفاش معناها عرف كل شيء انا غبي في هالثلاث حاجات في المواقف السياسيه على الاخر مواقف سياسيه والاجتماعيه هو انت كنت معناتها صريح اكثر من اللازم وهو عرف كيفاش يكون دبلوماسي ويتاقلم مع ما تحبش الاسئله نتاع المقارنات ما انت يا خويا تحب تعمل لك ميساج ميساج انا الاسئله اللي ما تحبهمش الكل نسالهم لك هذا يتهنى عليه ما تهنى ما عادش نجيك جمله مستحيل مستحيل نعرف اللي مستحيل مستحيل انت مدمن علي السؤال الاخير في هالتجربه في ركن هالتجربه اكثر شيء مستحيل يعمله مقداد السهيل أكثر شيء مستحيل تفعله في حياتك واحد تغني الراب أو مع رابر اثنين تصوت للنهضة ثلاثة تغني في كباري أربعة تحضر حفلة لهيفوي هذوما الأربعة ما نعملهمش ساعة مع بعضهم مستحيل نشوتهم الأربعة مستحيل سنتر. مستحيل مستحيل تغني من الراب أو مع رابر قلت ليش ثم اللي يغنيوا مع رابر صابر الرباعي غنى مع رابر لطفي بوشناق لطفي بوشناق نعم. اللي هو قلت لي اذكى منك فنيا ما انا مظلوم الاثنين اذكى مني باش نغني مع رابر هكا تحب انت لا لا يا مقداد يا مقداد امان كان قلت له لا لطفي بوشناق اي نتناقش واخي تقول لي لا ونتعدى انت ماكش تناقش فيا عايش خويا مقداد كل حاجه نقولها تقول ضدها امان عايش كراني مانيش نفدلك في الاسل علاه ريتني نلعب مقداد لطفي بوشناق غنى مع رابر اي خلي صابر الرباعي انت علاش ما تغنيش مع رابر ما نغنيش انا نحب نغني وحدي مع رابر لا لا دويتو ما نحبهمش نحب وحدي معناتها مع الناس كل فنانين كله لا مع الراب بالذات خاطر ما يا ولدي واحد لا بالله يجيب فنان اخر ماهوش رابر اش قاعد يعمل معايا كورال نوليو كورال نحكي كان على الراب والراب اي لا انا نغني وحدي وما تغنيش الراب عليه انا عندي موسيقى وحدك تغني ما تغنيش يا ولدي عندي موسيقتي عندي فني عندي جوي نعمله انا نتاعي تسمع الراب شبه لي تسمع الراب نسمع كل شيء ثم غنية راب تعجبك؟ هاني قلت لك بلتي يخدم في خدمة مجدونية بكل
مستحيل تصوت للنهضه بيان سور هذه. لا 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 نصوت لا نغني في كباري لا عايف. علاش ما تغنيش في كباري كبار المطربين وديع الصافي وصباح نعم فخري نعم اي نعم عداو معناها اعمار في هذا راه ماهوش استنقاص جورج وسوف في الناس اللي تخدم في الكباريات مع الناس معناها حتى صابر الكبار وي لكباري مستوى معين. نعم انا لا اختياري. ما تحضرش حفله الهيفاء عليه ماشي لها شنو مش نعمل تسمع شو نسمع؟ نسمع ربتها؟ شو نسمع؟ نسمع شعرها؟ شو نسمع؟ تسرحش عاد ربتها وشعرها اقفل ليه ما بنسرح؟ شك السرحة معناها تو انتم شوف رجال تاع تونس راهو ولا بجد؟ حاجة غريبة وعجيبة ولا؟ معناها أي حاجة مرأة تاكل تحزق وترخف تمشي قدامك وتجي سيء هاي ريت شبابها هاي فواهبة وهبي شبابها هاي فواهبة معروفة بأنها امرأة مثيرة امرأة جميلة مثيرة اغتنم الفن أنا لا تثيرني لا امرأة جميلة لا مش جميلة بالنسبة لي أنا مش هذاك ذوقك في الجمال فوابي بحذا أورنيلا موتي تولي حتى شيء جيلك أورنيلا موتي ما تحب جيلك أنت أنا جيلي أنا هنا قاعد تحكي معي أنا تقول لا أنا أحكيك بجيلي في الجيل الحالي ما فما حتى فنانة تعتبرها جميلة لا لا ماهي جميلة كلمة كبيرة كلمة جميلة شنو معناها كلمة جميلة؟ جميلة معناها فما بالنسبة لي أنا عندي مقاييس أخرى اللي هي اللي أنا قلت لك أنا أورنيلا موتي حطها تو تشوف الجمال حط بحذاها هاي فوابي واضح تو تشوف الكنال والجمل تفضل به واضح أنت هي ركن اللي هالتجرة هاي تكسح ليه أنا نعتبرك معناها إلى حد الآن أكثر ضيف يجر ليه مش يجر ينطبق عليك أنت برنامج. حقك استدعيتني تبدل اسم برنامج مش هل تجرأ ما يجرأ طول هل الذي على تسأل أنا أجرأ بطبيعتي أي تجرأ سيفري أجرأ نعم به نخرج فاصل إشهاري ثم نجرأ مرة أخرى أهلا وسهلا أهلا وسهلا